ان شاء الله الحصه النهارده بتنهي ال subject of the retina. و يعني انا اضطريت ان انا انزل، رغم ان انا لسه نزلت الحمد لله تعبان، بس اضطريت ان انا انزل الاربعاء والخميس عشان انهي الريتنا قبل ما ناخد اجازه عشان امتحانات الاربعاء. الله يسلمك. فالحصه النهارده فيها شغل كتير وشغل مهم قوي، وحاجات عايزكم تبقوا فاهمينها كويس قوي، لان فيها حتى الاسئله بتاعتها الشفه والحاجات دي من الاسئله الكبيره قوي في الحصه بتاعتنا دي النهارده. النهارده هنتكلم عن الفاسكولار اكسيدنتس بتحصل عندنا، وفيري اسينشال، ولازم نفهم معنى الفاسكولار اكسيدنت دي ايه. المتعارف عليه ان احنا الارتري بتاعنا اللي هو سنترال ريتينال ارتري از ان اند ارتري. يعني ايه اند ارتري؟ يعني هو ارتري رايح يدي الحته دي، مفيش حد تاني غيره بيدي الحته دي. وبالتالي لو هذا الارتري اتشد يبقى this means الاريا دي مش هيوصل لها بلاد باي اني مين. تمام؟ يعني مثلا انا عايز اديك اكزامبل ان مثلا الكاروتيد ارتري از نوت ان اند ارتري. كاروتيد، شوف الكاروتيد التخين ده الماسوره اللي رايحه تدي البرين. ليه؟ لان في انستموزس اسمها السيركل اوف ويلز، دي بتكوميونيكيت الكاروتيد سيستم مع الفيرتيبرو باجولار سيستم. خدت بالك؟ فبالتالي احنا كنا ساعات زمان في حالات اسمها كاروتيد كافيرنس تيست، ده بيربطوا الانترنال كاروتيد عند البيز اوف ذا سكال، وهي داخله طالعه من كاروتيد شيز داخله البيز اوف ذا سكال، يروحوا رابطين الكاروتيد ارت هنا والعيان كان بيعيش. واكتشفنا ان في بعض الناس ماشيه بوان كاروتيد بس. يعني لدرجه انك لما تيجي تبص عليه كده اصبع يتخنق، ايه يا ابني في ايه؟ لا تلاقيه ماشي بواحد بس. الناحيه الثانيه بنلاقيه مسدود خالص في بعض الاحيان. واخد بالك؟ والعيان ما عندوش اي سيمبتومز، بريف سيمبتومز. ليه؟ عشان موضوع السيركل اوف ايه؟ ويلز دي شغاله. خدت بالك؟ يعني شوف الكاروتيد از نوت ان اند ارتري، بينما السنترال ريتينال ارتري بتاعنا از ان اند ارتري. طيب بص، الاسباب اللي تعمل لنا سنترال ريتينال ارتري اوكلوجن باي فار ذا موست كومن كوز اوف ارتري اوكلوجن اند فين اوكلوجن على الاطلاق از اثيروسكليروسس. ذا موست كومن كوز اوف ارتري اوكلوجن اند فين اوكلوجن على الاطلاق على المشاعر is atherosclerosis. تمام؟ التاني سبب عندنا هو الفيجيتيشنز اللي بتحصل على الفالفز بتاعت القلب في حالات السب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس. السب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس دي ناس عندها روماتيك هارت، عندها فايبروزس على الفالفز بتاعتها بالذات المايترال فالف والحته دي، وبالتالي بيحصل لهم حاجه اسمها الفيجيتيشنز. تمام؟ دي زي الثرومباي كده بتتكون وبتمشي مع السيركيليشن، بتبقى برضه امبوليك مانيفستيشن يسموها فيجيتيشنز بتاعت السب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس. وعشان كده انت عارف ان الناس بتاعت الروماتيك هارتس بيفضلوا ماشيينها فور لونج تايم على بنسلين، لونج اكتنج بنسلين، عشان ما يحصلهمش موضوع السب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس دي، ما يجيلهمش الاتاكس تاني بتاعت الروماتيك هارت. الكوزز بقى ممكن تكون في الوول. في الوول يا اما تكون انفلاميشن ارترايتس او تكون سبازم في الفيست. انفلاميشن زي في ديزيز اسمه جاينت سيل ارترايتس، وده بيصيب كمان الميديم سايز فيست، ويبقى عندهم تمبرال ارترايتس. تمبرال ارتري ده يبقى فيري تندر، وبيتشخص انك تاخد بايوبسي من التمبرال ارتري ده، تاخد حته من التمبرال ارتري طويله شويه وتروح شايلها عاملها بايوبسي، تقوم تلاقي الوول فيه انفلاميشن كاركترستك فيه قوي الجاينت سيلز. عشان كده بيسموها جاينت سيلز ارترايتس، اللي هي المالتي نيوكليتد سيلز بتاعت الباثولوجي. الديزيز الثاني اسمه سكليرودرما. سكليرودرما ده نوع من انواع الديزيزز، الاوتوميون ديزيزز برضه، بيحصل فيها سكليروزس في الفيسلز بالذات السوبرفيشال اللي هي بتاعت السكين، يعني تلاقي الجلد بتاعنا بيضيق علينا، تصدق واحد جلده بيضيق عليه سكليرودرما دي؟ واحد انت عارف الجلد ده زي الجاكيت اللي انت لابسه، مغطي عضلاتك ومغطي البلاوي اللي جوه وبتاع. تخيل بقى الجاكيته ضيقت، يعني تخيل الجاكيته بتضيق وانت حجمك زي ما هو او بتكبر جواه. طبعا اتس فيري تايت، تلاقي الناس دي جفونها مشدوده مش عارف يقفل جفنه، شفايفه تبتدي تتشد مش عارف يقفل شفايفه مش عارف يقفل بوقه، الجوينت بتاعته ما بقاش عارف يحركها، انت لابس جاكيته ضيقه قوي هتحرك فيها ازاي؟ واخد بالك ازاي؟ يقوم يجي له تليف في المفاصل بتاعته انكلوزس وبتاع.
فمرض الحقيقة سبحان الله مرعب. يعني المرض لما تشوفه الحمد لله الذي عافانا. المرض الحقيقة سنو درب ده من الأمراض الغريبة جدا، زي ما بقول لك واحد جلده بيضيق عليه بالبلدي كده سيرو ديرما، تمام. وبعدين اخر واحد فيهم في الارترايتس برضو اللي بيبقى يعني كل دي بتبقى فيها انفلاميشن في الفيسلز، واخد بالك؟ سب اكيو اللي هو الستينيك لوبس اريزيماتوزس اللي هي الزئبق الحمراء، ستينيك لوبس اريزيماتوزس اللي هي الزئبق الحمراء، ده اوتو اميون ديزيز وبيصيب الكلى في بعض الناس، واخد بالك ازاي؟ وبيبقى عندهم رينال افكشن، وبيبقى عندهم هايبرتنشن، وبيبقى عندهم skin manifestations في butterfly area، وممكن يجي لهم affection بال blood vessels بتاعتهم ويحصل لهم element of artery occlusion. spastic diseases بقى دول الناس اللي هم بيتعبوا قوي في الشتاء بتوع بيرجرز ورينوكس ديزيز، اللي عندهم complications يعني اللي هو بيمشي ويجيله spasm في رجليه ويقطع مش قادر يمشي وعنده اسكيميا ويجي لهم جنجرين في اطرافهم، ولما يخش الشتاء تلاقي صوابعهم بتورم قوي وحدوته زي كده، ويجي لهم بريفرال جانجرين في الصوابع الايدين والرجلين وبتاع، دول بتوع بيرجرز اند رينوكس ديزيز. الميجرين از ذا سيم، الميجرين از اتاكس اوف فازو سبازم فولود باي فازو دايلاتيشن، فازو سبازم فولود باي فازو دايلاتيشن. بعد كده بريشر فروم اوت سايد، اللي هي زي لما في ناس تعمل عمليه انفصال شبكي بتركب حزام حوالين السكليرا، اسمها سكليرال باكلينج بروسيدور، سكليرال باكلينج بروسيدور، حزام حوالين السكليرا بيتركب. One of the essential steps in this surgery is to examine the central retinal artery قبل ما تمشي في العمليات، قبل ما نفك خلاص بقى شغلنا في العمليات، لازم بعد ما نركب الحزام ده ابص على السنترال ريتنال ارتري الاقيه بالسيتنج كويس وشغال كويس، تمام. ليه؟ لان ممكن الحزام ده يبقى تايت قوي لدرجه انه يرفع ضغط العين يخلي لك العيان ما عندوش بالسيتنج فيسلز جوه، يخلي الارتري كانه زي ما يكون مسدود. اخر حاجه بقى ودي انا قلتها لك قبل كده في الاكيوت كونجستيف جلوكوما، ليه الاكيوت كونجستيف جلوكوما كانت امرجنسي، وليه لما شفنا العيانه لما طلعت من السينما ورجعت ودخلت المستشفى قلنا لها لا لازم اخش المستشفى مش هتروحي بيتكم تاني دلوقتي، تمام. ليه؟ كنا خايفين من ايه؟ كنا خايفين من الارتري اوكلوجن، ان التنشن يعلى لدرجه انه يشد السنترال ريتنال ارتري، كنا خايفين من الاكسيدنت دي انها تحصل، ان الاكيوت كونجستيف جلوكوما مي كوز ارتري اوكلوجن، تمام. بص this is the mediastinum, the superior mediastinum, this is the sternum والكلافيكل اهي بتاعتنا لما نشيلهم، this is the arch of the aorta. لاحظوا حاجه ان الليفت كومن كاروتيد ارتري بيطلع مباشره من الارش اوف ذا اورتا، وايل ذا رايت كومن كاروتيد ارتري بيطلع بعد حاجه اسمها الانومينيت ارتري او اللي بيقول عليها البريكيو كيفاليك ترانك. بريكيو كيفاليك ترانك او الانومينيت ارتري اللي هو ده بيدينا الرايت سبكليفيان والرايت كومن كاروتيد. دي معلومه فيري بيزك من سنه اولى اعتقد انك عارفها. طب ده معناه ايه؟ ان لما تيجي لي امبولاي من فيسز كبيره زي الاورتا commonly انها تيجي في الليفت سايد. ليه commonly في الليفت سايد؟ لان هنا دايركتلي مباشره على طول هتخش فيه، انما هنا الاحتماليه تقل ان ممكن تمشي سبكليفيان ممكن تيجي هنا، تمام. فايتس كومن على الليفت سايد اكتر من الرايت سايد، معاش قال انها ما تحصلش في الرايت سايد، تحصل بس مور كومن على الليفت سايد. اشهر حاجه زي ما قلنا هي الاثروسكليروزس، اهو شوف الفيسلز بتاعتنا الكبيره الاورطة والكاروتز وبتاع ممكن بيحصل فيها بليك كبيره كده بيسموها الاثيروما. الاثيروما دي اهي بص بيبقى كوليسترول ديبوزيشن بعد ما بيعوروا الانتما بيروح داخل هنا كوليسترول ديبوزيشن، بص بتبقى عامله ازاي. ممكن بقى حته من دي بتروح الانتما العيال دي منفجره وحته اثيروما تروح ماشيه في السيركيليشن زي كده في البيج فيسلز نو بروبلم. انما الحاجه دي عامله زي الفله بالظبط، هتيجي في حته بقى فيسل صغير بص انفاكتد، شوف الار بي سي فرملت مش قادره تمشي وراها بقى خلاص، تمام. ات از انفاكتد هنا، يبقى هي وهي ماشيه في البيج فيسل نو بروبلم، انما لما تيجي في فيسل صغير بالذات ملوش بقى انستوموزس مع حد تاني لوحده كده اللي هو الاند ارتري ده تشد وتعمل لك المنظر اللي انت شايفه ده، طبعا هتعمل صدم فخش. خلي بالكوا يا ساده الكرام، صدم في الطب كلمتين، صدم في الطب كلمتين، يا هيموريدج يا امبوليزم. يعني اقول لك واحد واقف معاه فجاه طب ساكت، ده حاجه ما تفكرش خلاص،
ده يا هيموريتش يا امبوليس، نو مور هيموريتش او امبوليس خلاص. فكلمه صدم دي مش البرزنتيشن بتاعت الامبولاي، لان هي ماشيه بوم فجاه راحت شاده الفيشل ده فله شدته فجاه كده، بص مفيش حد لا داخل ولا خارج خلاص اشتركت تماما. تمام. تاني حاجه اللي هي زي ما قلت لك الفيجيتيشن بتاع سب اكيوت بكتيريا الاندوكاردايتس دي، الفيجيتيشن دي بتيجي من على الصمامات بتاعتنا الفالفز بتاعتنا هنا، بتيجي الفيجيتيشن دي تمشي مع السيركوليشن اهي، شايف الثرومبولك مانيفستيشنز اهي، بص الفيجيتيشن مش اثروما دي از فيجيتيشن. تمام. بص سد البلاد فيسل زي ما انت شايف، سد البلاد فيسل بتاعنا اهو. بص الاب سي طبعا احنا قلنا معلومه خطيره جدا من الاول الحصه ان السنتر ريزونال ارتري از ان اند ارتري، وبالتالي لما يجي لي في حاجه امبولاي لايك ذس ات ويل كوز ايه انفاركشن، ذا اند ريزلت از انفاركشن سادن انفاركشن. This is the most common cause of artery occlusion, atherosclerosis and subacute bacterial endocarditis. This will cause infarction in the tissue. Sudden. تمام؟ sudden infarction. طيب هنا بقى البرزنتيشن يا شباب يا كرام هتعتمد على which branch is affected. Is it the main trunk? Is it the upper trunk, lower trunk? Is it the branch? It depends. أي واحد فيهم اللي هيتسبب بالإمبولاي دي، وده يعتمد على حجم الإمبولاي. تمام؟ In this picture بص قبل ما بيحصل ساعات الكلام ده في الناس بالذات السباستيك ديزيز اللي هم بتوع برجر ورينولدز وميجرينز والحدوته دي، ساعات يقول لك يشتكوا بشكوى قبل الارتري اوكلوجن لازم تاخد بالك منها كويس قوي. ايه الشكوى دي؟ الشكوى دي ان العيان يجي يقول لك دكتور انا النور بيطفي ويجي عمى لحظي اموروزس فيوجاكس. عرفت يعني ايه كلمه اموروزس فيوجاكس دي؟ عشان ما حدش يجي يسالني عليها يقول لي ما لقيتهاش في القاموس. اموروزس يعني عمى، فيوجاكس اف يو جي اكس، خدت بالك؟ اموروزس فيوجاكس يعني عمى لحظي، عمى اللحظات. ايه الديفرنشال دايجنوزس اموروزس فيوجاكس؟ حدش فينا جرب قبل كده اموروزس فيوجاكس دي؟ الناس اللي عندها هايبوتنشن، مين فينا عنده هايبوتنشن؟ ناس كتير يا رب اصابع. تمام. لما نيجي نقف فجاه مش هتلاقي الدنيا سودت، ذيس از امروز السوجات. ولو ما لحقتش نفسك وقعدت هتلاقي نفسك وقعت على وشك، هتقع في الشارع في اي حته مش مشكله، خدت بالك؟ ذيس از امروز السوجات بشرى الهايبوتنشن. البرودرومال ستيج بتاعت الارت اوكلوجن اجين امروز السوجات. الناس اللي عندها فابيليديما لما بيحصل اديما في الاوبتيك نيرف هيد ساعات يحصل لهم سبازم في السنتر ريتنال ارتري امروز السوجات. الناس اللي بتعمل رينال دياليسيس اللي عندهم رينال فيلير يورينيك بيشنتس، زي يورينيك بيشنتس اللي هم بتوع رينال فيلير بيجي لهم اموروزس فيوجاكس دي. يبقى ده ديفرنشال دياجنوزس للسيمتوم ده. يبقى لما عيان يقول لي عندي اموروزس فيوجاكس اقول له عندك ضغط واطي، لما بتقوم فجاه بيحصل لك العمى ده وبيرجع النور تاني بسرعه، يقول لك ايوه لو قعدت بسرعه او نمت ورفعت رجلي بيرجع القصه دي بشوف تاني كويس. حاجة الثالثة أسأله أنت أصلاً عندك رينال ديزيزز، تعمل أي دياليسز أو حاجة زي كده للدكتور يورينيا، وبعدين أقوم أبص عليه خايف من حاجتين أنا بالنسبة لي في الرمض، من الفابيليديما إن ألاقي فابيليديما أو ألاقي أرتري أوكلوجن حصل بعديه. تمام؟ يبقى ده عرض اسمه أمروزس فيوجاكس. العيان بيجي يقوله لك كده يقول لك دكتور أنا قاعد كده النور اتطفى وجه تاني. شوف الكلمة العيان بيقولها لك إزاي؟ لازم تلقط دي، لازم تاخد الموضوع ده بجديه. امروز السوجاكس عمل لحظي. تمام؟ لان ده اربع حاجات مهمه لازم تبقى عارفهم فيها. بعد كده هتيجي الاكشوال اتاك، لانك لو ما خدتش بالك بقى من امروز السوجاكس وتاهت عليك انت والبيشنت بتاعك، بعد كده يحصل له الاكشوال اتاك بتاعتنا. هنا بص هنا الابر تمبرال برانش، لان ذيس از ذا فوفيا ذيس از اوبتيك ديسك، الابر تمبرال برانش حصل فيه فرق. سادة كرام، هو الانفاركشن في النيرف في الريتنا بيبان لونه ابيض مش كده، اللي احنا سميناها كوتون وول ايه؟ باتش. بص بقى دي كوتون وول اريا، يعني كوتون وول باتش بس في اشعه كبيره، خدت بالك ازاي؟ اتس ان انفاركشن اوف ذا ريتنا، عشان كده بيبان لونها ميلكي وايت بالشكل ده. تلاقي الارتري اللي فيها اتنيويتد
وتلاقي سيكتور من الريتنا بقى لونه بيل ميلكي وايت وبيل بالشكل ده. تمام؟ This is the area of infarction. ده branch artery occlusion. طيب ده upper temporal يعمل لك ايه في الفيلد؟ lower major. It will be sudden. It will be unilateral. It will be painless. Loss of vision in this area. It is sudden. Sudden. احنا قلنا sudden في الطب يعني ايه؟ hemorrhagia embolism. It's sudden. Unilateral. بص لغاية دلوقتي ما شفناش عيان جاله امبولاي بايلاترال in the same time. ده عيان فقري جدا. يعني تخيل يتحرك تو امبولاي يخشوا في الاثنين، واحد في الليفت سبكليفيان مباشرة ولاحد في الانومينت ارتري، وبدل ما يروح سبكليفيان راح داخله في الكاروتد برضه، وبدل ما يطلع الاكسترنال كاروتد راح داخل في الانترنال كاروتد في الاثنين، وبعدين من الانترنال كاروتد الاوكسالميك ارتري في الناحيتين، للسنتر ريتنال ارتري في الناحيتين ذا سيم تايم. ده عيان فقري جدا لغايه دلوقتي احنا ما قابلناهوش. ممكن انت تصادفه ات اني تايم، اي دونت نو. برضه ربنا رحيم بينا اكتر منك شويه، خدت بالك؟ يعني صحيح انت، انا عارف انك رايك ان الاستاتيك فيشن دي ممكن تعمل حاجه زي كده فعلا، بس ده فيري رير، مش شفناهاش برضه لغايه دلوقتي. يعني صعب قوي انك تشوفها في عيان بايلاترال بالذات الامبوليك. يعني خلينا نتكلم عن الناحيه الامبولاي الموست كومن، الاستاتيك ده ذا رير ديزيز. الموست كومن الامبولاي دي التملي بتبقى سادن، ات ويل بي سادن يونيلاترال، يونيلاترال بينلس، painless loss of vision. هنا loss of sector of vision. يعني بص دي مثلا حالة تانية اهي، it's lower temporal branch artery occlusion. تعمل ايه في الفيلد بقى؟ upper nasal sectorial field effect. what do you mean by sectorial field effect? it's an area like a sector like this sector triangle like this sectorial field effect. this is sectorial field effect. تمام؟ مش واخده ربع الفيلد، لان لو واخده ربع الصوره كنا سميناها كوادرانتانوبيا. كوادرانتانوبيا. تمام؟ لو واخده نص الصوره دي هنا نوبيز وحاجات زي كده، انما دي واخده سيكتور. دي سيكتوريال فيلد افكت. سيكتوريال فيلد افكت. تمام؟ يبقى البرانش ارتري اوكلوجن يعمل سيكتوريال فيلد افكت. سيكتوريال فيلد افكت. طيب. لوك تو ذيس بيشنت. ده عنده ايه بقى؟ عنده lower trunk the lower half. خدت بالك كده اهو، the lower half كل lower half فيه infarction. it's a lower trunk then artery occlusion. يعمل له ايه في الفيلد ده؟ ها upper half، ها نص الفيلد طاير، بنسميها ايه؟ no it is not هنا نوبيا. هنا نوبيا تتقال لو الفيلد مقسوم vertical line. خلي بالنا بقى من القصه دي. امال ده العيان ده هيشتكي بيه؟ بص العيان ده هيشتكي ان نص الصوره الفوقاني اختفى كده. تمام؟ ده بيسموه altitudinal field effect. ده بيسموه altitudinal field effect. لو الفيلد مقطوع بهوريزونتال لاين، نص الفيلد مقطوع بهوريزونتال لاين، it will be altitudinal field effect like this. upper half altitudinal field effect. هنا نوبيا دي نقولها لو كان مقطوع بالنص فيرتيكال، انما ده مقطوع بالنص هوريزونتال. This is altitudinal field effect. طيب look to this accident بقى. هنا بقى this is central retinal artery occlusion. infarction بقى كل الدنيا، وتبان قوي في منطقه الماكيلر اريا لانها الدنس اي دي تيبيكال بيكتشر بتاعتها. المنظر ده واحد لذيذ جدا قال لك ده الحقيقه بيفكرني بتورتايه الكريم شانتيه اللي اتحط عليها كريزر في النص. شوف الروقان، يعني راجل رايق من الرايقين. يعني ده واحد عينه ماتت خلاص انفاركشن، ايه اللي شير مسميها شيري ريد سبوت. المنظر ده اسمه شيري ريد سبوت. المنظر ده اسمه شيري ريد سبوت. شيري ريد سبوت. عرفت يعني ايه شيرد سبوت؟ اللي هي تورتايه عليها كريم شانتيه ابيض خالص وفي وسطها كريزه صغيره كده محطوطه في النص. دي اسمها تورتايه الشيري ريد سبوت. دي لو عايز تروح تشتري شيري ريد سبوت. طيب ايه الديفرنشال دايجنوزس؟ دي مهمه بقى قوي، دي بقى بتقلوها في الشفوي وام اس كيو وبروبلم سولفنج وكل حاجه، وصوره كلينيكال اجيبها لك واقول لك ايه الديفرنشال دايجنوزس والديسكربشن. ده منظر اسمه شيري ريد سبوت. ايه الديفرنشال دايجنوزس بتاعه؟
نمرة واحد سنترال ريتينال ارتري اوكلوجن. نمرة اثنين، نمرة اثنين في مرض بيجي في الاطفال اليهود تمام، ما تفتحوش بس بقعدت يعني مش ده اللي هينصرنا عليهم. اليهود على فكره ليهم امراض خاصه بيهم جدا. ليه؟ زي ما قلت لك دي كلوز كوميونتي، يعني لان هم اصلا كلوز كوميونتي، وبعدين يهود بيخافوا بقى على الفلوس ومش عارف ايه، فيجوزوا البنت لابن عمها على طول ومش عارف كده، يعني انت عارف يهود بقى. عندهم حكايه الفاميليال ديزيزز دي منتشره جدا، يعني بيقول لك ذيس ديزيز يوجوالي سين ان جيروس، معروفين يعني ان عندهم امراض معينه خاصه بيهم هم. فمن ضمنهم في مرض بيجي في الاطفال الصغيرين اسمه اموروتيك فاميلي ايديوسي. اموروزس يعني عمى، فاميلي يعني فاميليا، ايديوسي ايديوت مجنون تمام. الاولاد الصغيرين دول بيجي لهم سبازم في الفيسلز بتاعه السي ان اس، اتينيويشن وسبازم في الفيسلز اوف ذا سي ان اس، يوم يجي لهم ايديوسي يبقوا ايديوتس ويتعموا عند سن سنتين and they die ما بيكملوش. لو فحصت الفندس بتاعهم تلاقي عندهم تشيري ريد سبوت دي باين، بيجي لهم ارتري اوكلوجن في الريتنا في الناحيتين تمام، اسمه تشيري. ده برضه نفس القصه، اسمه المرض ده في منه فرايتي اسمها تي ساكس ديزيز، ومعروف قوي باسم اموروتيك فاميلي ايديوسي، اموروتيك فاميلي ايديوسي. طيب في حاجه ثانيه، عارفين الكنين؟ الكنين انتي مالاريا، الشيء اللي فيه دواء اسمه الكنين انتي مالاريا، لا كلوروكينز والحاجات دي. الكنين الكنين ده لو اديته لطوب الارض يعمل له فاز دايلاتيشن، يعني لو لقيت طوب كده في الارض وحطيت عليه شويه كنين هيحصل له فاز دايلاتيشن، واخد بالك ازاي؟ على المشاعه كده بيعمل فاز دايلاتيشن. انت عارف الكنين دلوقتي بيستخدم من اقوى العلاجات اللي بتستخدم دلوقتي انتي روماتويد، دوجات بالصدفه على فكره، هم ما عرفوش لغايه دلوقتي ازاي، يعني عيان كان فقري عنده ملاريا وعنده روماتويد ارترايتس ادوله كنين لعلاج ايه؟ الملاريا، ما خفتش الملاريا وخفت الروماتويد ايه؟ ارترايتس. ولذلك الكنين دلوقتي على فكره ما بيستخدموش كتير في الملاريا، بقى في انتي ملاريا دراجز ثانيه دلوقتي، انما بقى يستخدم بوايد سكيل في الروماتويد ارترايتس. الروماتويدز بالذات دلوقتي بيستخدموه كتير قوي. بص زي ما قلت لك الكنين بيعمل فازو ايه؟ فعيان بقى فقري قوي يعني يعمل له فازو سبازم في الارض في الناحيتين، اهو ده عشان زمان ما يزعلش. ماشي ولا تزعل، جاله سبازم في الناحيتين. يجي له بايلاترال سنترال ريتن الارض ان ذا سيم تايم. سبازم في الفيسلز بتاع جسمه كلها. سبازم في الفيسلز رهيب. ده ايه ده بقى؟ طبعا ده عيان فقري لما التقي بدكتور اكثر فقرا منه في برج نحسهم العالي، هما الاثنين مع بعض في نفس اليوم، واخد بالك؟ يقوم يكتب له كنين لعيان ايدي سينكس ده بيحصل واحد مش عارف كل 25 مليون. طب زنائي ازاي قابلنا انا؟ وبعدين ما في مليون دواء، زنائي تكتب له كنين عشان يعمل له بايلاترال اب والعيان يقول لك خدت الحبايه من هنا؟ ما فيش، بعديها بساعة بعدين حصل النور اتطفى ما جاش تاني من يومين. واخد بالك ازاي؟ ده ايديوسينكراسي، ده مش معروف، اشمعنى هذا المواطن ماشي عكس اتجاه البشريه كلها؟ يعني زي بقول لك الكنين لو حطيته على طوب الارض يعمل لهم فاز دايلاتيشن. يعني في البني ادمين اكيد بيعمل فاز دايلاتيشن رهيب. ده بيوطي لهم ضغط الدم ساعات. ده بقى يروح عامل له فاز ستاز، العين الفقري ده يعمل له فاز ستاز، ده ايديوسينكراسي، بيسموها كنين بويزنينج بقى. ده كنين بويزنينج. ثالث حاجه تعمل شيربيد سبوت. رابع حاجة لو واحد خد بلانت تروما على عينه، لو واحد خد بنية جامدة أو كورة تنس على عينه أو بنية جامدة على عينه، واخد بالك ازاي؟ ده يحصل له حاجة اسمها كوموشيو ريتينين، سي أو إم إم أو تي أي أو، سي أو إم إم أو تي أي أو، كوموشيو ريتينين. اكتب ريتنا وحط في الآخر إي، بعد ما تخلص كلمة ريتنا حط إي في الآخر، ويسموها كوموشيو ريتينين. بين قوسين الراجل اللي اكتشفها اسمه برلين فسماها برلينز إديما. برلينز إديما مالهاش دعوه بالمانيا، برلين بتاعت المانيا، برلين في اي حته. برلينز إديما، برلينز إديما نوع من انواع الكلاودي سويلنج اللي بتحصل في نتيجه البلانت تروما على الارض. اخر حاجه بقى تعمل شيربيد سبوت ماكيلر هول
with localized retinal detachment. Macular hole, ثقب في الماكولا, macular hole عمل localized retinal detachment حواليه. يبقى دي يا جماعه differential diagnosis, وده مهم جدا, اكتب عليه مهم جدا جدا. ده سؤال MCQ زي ما بقول لك, هيقول لك ايه the following conditions causing cherry red spot except, نحط لك حاجه مش منهم. خدت بالك ازاي؟ دي مهمه جدا. او cherry red spot may occur in the following diseases except, دي مهمه. او اجيبها لك صوره زي كده واقول لك ايه differential diagnosis of this clinical sign cherry red spot. طيب انا عايز اقول لك حاجه, العيان ده بقى بيجي يشتكي من ايه؟ زي ما قلنا, ها ايه الكومبلينت؟ اسالك على العيان ده ايه الكومبلينت؟ سادن يونيلاترال, لازم تكتبها كده زي القصيده دي, حفظ مش دراسه, دي حفظ دي. سادن يونيلاترال بينلس لوس اوف فيجن. طيب لما نيجي نفحص البيوبل في هذا العيان, البيوبيلاري رياكشن, لو انا نورت في البيوبل بتاع العيان ده هيشتغل؟ هو نقطة ألف. طب لو وديت اللايت الناحية التانية هيشتغل؟ يبقى ده بيقول أخباره إيه؟ بيستجيب إمتى؟ إندايركت, وما بيستجيبش دايركت. ده بيسموه إيه؟ خدناه ده قبل كده. لا بلاش ماركس جان, أنت ما تقول عليه أفرنت سيكت. نعممها بقى أحسن, أصل ماركس جان دي بتاعت الأوبتيك نيورايتس, وصفت الأوبتيك نيورايتس. نعم نقول عليه أفرنت سيكت. أفرنت بالإيه؟ إيه؟ أفرنت إي إف إف. Afferent defect. ده بيقولوا عليه afferent defect. It's a very very characteristic sign في الارتي اوكلوجن. Afferent defect. On examination ده هلاقي الارتيز are markedly attenuated. Cherry red spot. The appearance retina لونها milky white with cherry red spot, لان الفوفيا ثلاثة layers ما حصلش فيها infarction. هي ثلاثة layers. طالب طبعا انا عارف زي امبارح برضه طالبه راحت زنقاني راحت رافعه ايدها بعد شويه, بقول لحضرتك ايه؟ ما الفوفيه شغاله ليه العيان ما شافش؟ اوكي؟ الفوفيه شغاله بس الوصله بينها وبين الاوبتيك ديسك فيها انفكشن. زي ما يكون عندك تلفزيون كويس قوي وحد يقص لك السلك بتاعه, هيشتغل مهما كان حديث ومهما كان كويس, انت قصيت السلك الوصله بينه وبين الحيطه اتقصت. فهنا هنا حصل انفكشن هنا. عشان كده العيان ده بص اهو بدل المنظر بقى. لاحظ كمان الديسك بقى بيل, الديسك بقى بيل وحصل انفاركشن هنا, وادي منظر تشير ريد سبوت, ولاحظ الارتريز اتنيويتد والفينز كمان اتنيويتد. ما هي ايه اللي هيملى الفينز؟ ما اذا كانت الارتريز مسدوده ايه اللي هيملى الفينز بقى؟ فتلاقي الفيزز جنرالي كلها الارتريز اتنيويتد والفينز كمان اتنيويتد وسيجمنتد. تمام؟ بص بقى اهو ادي مناظر تشير ريد سبوت, كذا منظر اقول تشير ريد سبوت. ادي العيان كان ماشي فجأة لقى النور اتطفى. حد اتألم؟ ها؟ It's sudden, unilateral, painless, loss of vision. خدت بالك sudden, unilateral, painless, loss of vision. إيه اللي ده؟ ابن الذين ده محظوظ. شايف الأرتري ده؟ شايفين الأرتري ده؟ اللي فوق صباعي؟ أهو أهو بيقول لك بالماوس أهو. This artery. ده مش موجود عندنا كلنا. انت عارف في مثل يقول لك اديني حظ ورمين ايه؟ بحر. وفي ناس كده, في ناس يخش جوه الحريقه ويطلع يقول لك انا شفت الحريقه جوه. عادي يعني. او تلاقي مثلا قنبله وفجر جنبه يقول لك عادي كل اللي حواليا ماتوا وانا ربنا رايد لك العماره بيت الله. خدت بالك؟ بص ده بقى جاله سنتر ريتن ارت اوكلوجن وطلع من اللعبه دي شايف 6-6. ليه؟ لان عنده البرانش ده. البرانش ده يا سادة الكرام اسمه abnormal cilio retinal artery. abnormal cilio retinal artery ده طالع منين؟ من الشورت posterior ciliaries. برافو عليك, طالع من الشورت posterior ciliaries. شورت posterior ciliary vessels. abnormal cilio retinal artery. cilio retinal artery طالع منين هيسألك في الشفوي؟ ده بيغذي البابيلو مايكلر باندل. طيب في الحالة دي بقى بص اهو cilio retinal artery derived from the short posterior ciliary arteries. او دي معلومه مهمه قوي, ده موجود في 20% من البشر بس. عشان كده ساعات يروحوا ضايفين عليه كلمه ايه؟ abnormal cilio retinal artery. abnormal cilio retinal branch او abnormal cilio retinal artery. تمام؟ وفي ناس قالت لك لا دي ناس حظها كده ربنا
يعني انتهى كده البرانش ده، واخد بالك ازاي؟ فما فيش، مش ابنورمال ولا حاجه، ده نورمال بس في 20% بس من الناس، بلاش نقول كلمه ابنورمال. ففي كتب تلاقيها كاتبه عليه ابنورمال، وفي كتب تقول لك لا اتس نورمال فيسل، بس دي اناتوميكال فاريشن موجود. بص العيان ده بقى يطلع من اللعبه دي شايف ازاي؟ يطلع شايف كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ذا سيم فيجن اهو، بس الفيجن ده اسمه ايه؟ تيوبولر فيلد. تيوبولر فيلد. تيوبولر فيلد. خدنا حاجه قبل كده تعمل تيوبولر فيلد؟ ادفانسد جلوكوما اكسلنت. اكتبها اكتبها عندك. ديفرنشال دايجنوزس اوف تيوبولر فيلد من فضلك. ايه الديفرنشال دايجنوزس اوف تيوبولر فيلد عشان ما ننساهاش بقى في الحته دي؟ نمره واحد ادفانسد كيسز اوف جلوكوما. ادفانسد كيسز اوف جلوكوما، بس دي بيبقى معاها تملي الشيري ريد، بيبقى معاها سوري الروني نيزال ستاب. روني نيزال ستاب هنا في الـ في السنتر ريتن ارتري اوكلوجن ويز ابنورمال سيليو ريتينال برانش. سنتر ريتن ارتري اوكلوجن ويز ابنورمال سيليو ريتينال برانش. لا ما بقاش ستاب بقى، دي مش باندل ديفكت، دي نوت باندل ديفكت. ثالث حاجه ادفانسد ريتينايتس بيجمنتوس. ادفانسد ريتينايتس بيجمنتوس. ادفانسد ريتينايتس بيجمنتوس. دكتوره بليز من فضلك تعالى. الدكتوره اللي قاعده تقري مع صاحبتها تعالى. يس ارفع ايدك دكتور من فضلك. اللي قاعده على الحرف. يس يو هاتي حاجتك وتعالى. انا عايز هذا الشيء نورينا هنا جنبي هنا. بصوا سادة ده اسمه بقى تيوبولار فيلد. طبعا انا عايز اقول لك حاجه، انت بص ما انت شايف اهو زيك زي الطبيعي، ما هي نفس الرؤيه الطبيعيه هي هي، بس بص مثلا في اشاره هنا هتفتح بعد اللحظه، واخد بالك؟ تخيل بقى انت لو ماشي كده ورحت ماشي معدي هنا كده وانت ما تعرفش ان في حد هيطلع وحوش هتطلع عليك من هنا. الناس ما تتخيلش انك ماشي بتيوبولار فيلد، يو كان سي سيكس سيكشن. واخد بالك ازاي؟ شفت يعني ايه بقى تيوبولار فيلد؟ تمام؟ طيب لو احنا بقى فحصنا العيان افتر تو ويكس، هنا لما حصل الاستاذ والحته دي حصل فيه انفاركشن. انفاركشن ده يا جماعه موت مفاجئ. اتفضل. الانفاركشن ده موت مفاجئ، ده مش موت طبيعي. انت عارف ان احنا بنموت نوعين من الموت، في موت طبيعي كل خليه في جسمك عارفه هي هتموت امتى والساعه كام، بتعمل طريقه معينه كده تموت بيها وتموت بالراحه وتموت خليه واحده ات تايم، ده اسمه الابوبتوزس. تمام؟ اللي هو بيسموه بروجرام سيل ديث، مش سيل سويسايد. ما عندناش خلايا بتنتحر، مفيش خليه قررت انها تموت نفسها، واخد بالك ازاي؟ كلام الزباله اللي بيكتب في الكتب. مفيش حاجه اسمها سيل سويسايد، اتس نوت ا سويسايد، اتس ا بروجرام سيل ديث. ربنا سبحانه وتعالى كل خليه عندنا عارفه كويس قوي هي هتموت امتى والساعه كام، ولما تيجي تموت بالطريقه دي تروح مقفله على نفسها وما تقطعها حتت كده، والجيران يساعدونا والموضوع يستخبى وخلاص وخلصت الليله دي without inflammation. هو انا كل ما خليه الابيثيليوم بتقع من ايدي ايدي بتلتهب؟ ما انا طول النهار مغسل ايدي خلايا بتقع. This is apoptosis. تمام؟ انما اذا مات فجاه مجموعه من الخلايا كده في غير ميعادها، لا. ده الخلايا دي وهي بتموت بتروح مطلعه من السيل وول بتاعتها من الفوسفوليبيد الكيميكال ميدييتورز. خدت بالك؟ عن طريق فوسفولابيز انزايم يتحول بقى الاراكيدونيك اسيدز ومش عارف ايه والحدوته دي وبروستا جلاندز والدنيا تهيج ما تقعدش. تقول دي انفلاميشن. فهنا لما حصل انفاركشن وحصل انفلاميشن الجسم راح باعت ماكروفيجيا، روح شوف السده دي فين. قعد وسع جدع وسع جدع وسع جدع الماكروفيجي، شافت السده دي راحت طك 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 راحت واكلاها. سلكت الفيسلز تاني. ابتدى الدم يمشي فيها تاني. بصوا كده قال لك ده دمار. ده كان في تطهير عرق في المنطقه، ده ريتنا باظت. الانر فايف لايرز ماتت. خلاص شيلوا الميتين. تطلع خلايا الماكروفيج في التيشوز اللي حوالينا تشيل الميتين دي. واخد بالك ازاي؟ تشيل الميتين اللي موجوده
ثم ترجع الريتنا ثاني تبقى ترانسبيرنت بس نو فانكشن، لان بتاكل منها خمسه لايرز. فهمت القصه دي؟ ترجع الريتنا ثاني تبقى ترانسبيرنت بس نو فانكشن، نو فانكشن، تشيل الريد سبوت تختفي، ترجع الريتنا ثاني تاخد اللون ده. بس لاحظ بقى الفيجوال سبوت تاخد الشكل ده، يحصل حواليها فايبروزس او جلايوزس اللي هو بيسموه شيثنج اوف ذا فيسل. It's a very retinal gliosis. كلمة sheathing، sheathing، sheath يعني خدت sheath، ضغطت بحاجة. Sheathing of the vessel دي اللي بيسموها sheathing of the vessel، المنظر ده. These are sheathed vessels. تمام؟ وبعدين تلاقي الأوبتيك ديسك بقى بيل، أتروفيك، نو بي ال. خلاص، ما هو ده بيل وأتروفيك ونو بي ال. ده all the standing arthritis. Sheathing of the vessel، اوبتيك ديسك بيل واتروفيك. الاتروفي ده مصاحب للريتينال ليجن، فنقول عليه كونسيكوتيف اوبتيك اتروفي، مصاحب للريتينال ليجن بعد الارتري اوكلوجن، يبقى اسمه كونسيكوتيف. كونسيكوتيف يعني مصاحب، كلمه كونسيكوتيف يعني مصاحب اوبتيك اتروفي. اهو بص، ادي معنى شيشن فيشن. بص فيجوز ليها بيضه وفايبروز كده. ذيس ار شيشد فيشنز، لان حوالين الفيجوز بيبقى فيه فايبروبلاست الاجلايل تيشوز، هنا بتقفل الفيجوز دي بيسموها شيشنج اوف ذا فيشن. ترجع الريتنا ثاني تبقى ترانسبيرنت، but the disc is pale and the retina has no function. Patient is not here. This is sheathing of the vessel. The question is, to whom do you like to refer this patient? احنا اشهر الحاجات اللي جات لنا كان سببها ايه؟ الاسروما، ودي الموست كومن. الاسروما وسب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس في الناس الصغيره. خدت بالك؟ يبقى I have to refer him to cardiologist. خلي بالك يا سادة الكرام، انا الارتري اوكلوجن بستفيد منه في حاجه مهمه قوي، ان ده ايه؟ انذار شديد اللهجه غالي الثمن. يعني الانذار ده كان ثمنه ان عين طارت، عين انتهت، نو بي ال، مش هتصلح تاني. يبقى ده انذار شديد اللهجه غالي الثمن، ثمنه عين عيان. بس خلي بالك، لو الفيسل ده مش هو اللي اتشد، كان الامبولاي دي ممكن تمشي بقى، بدل ما تطلع اوبسالميك سنترال ريتينال كانت مشيت على الكاروتيد. الكاروتيد في الاخر بينتهي بتو ديفيجنز كبار قوي، فاكرينهم انتيريور وميدل سيريبرال ارتس، انتيريور وميدل. كان راح في واحده من الاثنين، كان اقله العين ده يطلع بهيميبليجيا، شلل في ايده ورجله، هيميبليجيا. ده كمان عن طريق سيركل اوف ويلز كان ممكن يوصل للفرتيبرو باجلر، ممكن يجيله دش لو راح بعد السبيراتوري سنتر، كاردياك سنتر، مع اي سنتر، ممكن يجيله دش. يبقى انا العيان اللي عنده ارت اوكلوجن ده اول ما اشوفه واشخصه اقول له يلا اجري مشي اطلع بره العياده، في يا دكتور؟ اقول له روح لبتاع القلب. ليه؟ ده ممكن يموت في لحظه وهو قاعد قدامك. انا العيانين الامبوليك دي، انا اول بيشنت وانا في امتياز، بقول لك بعد ثاني يوم امتياز، كان معايا عيان عنده صابع اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس، واحنا في المرور الصبح الاستاذ قال الواد ده هيموت بالليل. انا حتى ساعتها اتضايقت من الاستاذ، قلت ايه ده يا عم؟ ارضى بالله، ما انت عذرين يا اخي، لسه بقى يحصل معجزه والواد مش هيموت. وبعدين بقى قلت طب ما انا كافح واقعد مع الواد ده ان شاء الله ربنا يشافي. قعدت معاه، خدت بالك؟ زي ما انا لسه بقى شاب متحمس يعني، فضلت قاعد جنبه ونقصه الضغط ونديله، واتاكدت انه خد ادويته والانتي بايوتكس بتاعته ومش عارف ايه وبتاع. لان هو الاستاذ عرف ليه؟ ان الواد كان سخن قوي الصبح، روماتيك هارت وسخونيه جامده وان اكسبلين فيفر. قال لك بس ده بيكون جوه امبولاي، وغالبا ومهما هنديله انتي فاجلانس وبتاع غالبا هيموت بالقصه دي. وفعلا ادوا له كل حاجه، ما وصلوش معاه. فضلنا قاعدين مع الولد لغايه الساعه 12 بالليل. بعدين الناس في العنبر زهقوا مننا بقى، الدكاتره عايزين منين؟ طب يا سيدي هنمشي ونسيبكم. بالظبط انا قمت من جنب الولد كده ورايح ماشي بقى ناحيه باب العنبر، لقيت واحد بيشاور لي عليه. ببص له كده لقيت الولد مستر ومتلج، ساينز اوف ديث ابتدت تبان عليه. انا بالظبط زي بقول لك، يمكن ما كملتش خطوتين لغايه باب العنبر. صدم ديث، هي دي بقى. عشان كده هنا عمليه مرعبه جدا، عشان كده لازم، السؤال ده مهم جدا. واحد يقول لك ايه بتوع الرمد طول النهار، يقول لك تقوم تقول لك تريفير هم شغالين محورجيه يا سيدي. انا محورجي، انت مالك؟ ما دام انا اللي بتحصل عندي المشكله
بس شبابها مش من عندي اصلا، ده في حاجه بتبعت علينا. ده دي لايت شيدنج ميجر، الكلمه دي لايت شيدنج ميجر، تمام. طب يقول لك ايه بقى ازاي ننقذ عيان؟ وانت قاعد كده حط ايدك على عين من عين واحده كده، لا بس برضه تحس ان في سامثينج رونج، في حاجه سودة كده، في حاجه مضايقاك، يعني مخيلاك في جنب الفيلد، لان احنا عندنا باينوكيولار فيلد في النص ومونوكيولار فيلد في الجنب كده ومونوكيولار فيلد في الجنب كده، وكان فيلد. ساده كرام، كيف ننقذ عيان عنده ارتري اوكلوجن؟ انا اعتقد ان الانقاذ الوحيد ان انا ابعته للكارديولوجيست. يعني اقول لك حاجه، انا عمري في حياتي ما جالي عيان عنده ارتري اوكلوجن اند اي مانج هيم وذين 5 مينتس. مين فينا يقدر يقابل دكتور رمض وذين 5 مينتس؟ يا دكتور الحق صابن بوسط فيلم فيلس يوني لاترال غالبا ارتري اوكلوجن مانج. ده هو على ما يفكر ان ارتري اوكلوجن اساسا هيكون خمس دقائق عدت. يعني عايز اقول لك دي لو حضرت الدكتور رمض نفسه والعياذ بالله، يعني على ما يفكر ان ده ارتري اوكلوجن عمليات قاسيه جدا، على ما يفكر ده انت عارف اي واحد فيهم يقول لك الدنيا اتسودت وبتاع، مش بيروحوا مرقدينه ولطشوا له في وشه ولا فوق وبتاع، ويجيبوا له شويه لموناتا، وواحد يقول لك دوسوا على بطنه، دوسوا على قفاه، مش عارف ايه، على ما يوصل لك ما بتردش العين ثلاث دقائق خمس دقائق دي، يعني هو خمس دقائق ده كريتيكال تايم. بعد كده يقول لك ايه؟ من 5 ل 30 دقيقة ممكن يو كان مانج 30 دقيقة ماشي، مين يستطيع مقابلة الدكتور رمى خلال 30 دقيقة؟ تمام؟ صعب جدا. يعني عموما ده كلام نظري، فاحنا هنبدأ الحدوتة نظري. لو صفت ان احنا ده عايز عيان وهو داخل يبقى عليه الدور في الكشف. وهو داخل لك كده على باب أوضة الكشف يحصل له صدمة ناترال لوس أوف فيجن. خدت بالك ازاي؟ يقول لك الحق يا دكتور انت انا كنت جاي كويس وبعدين واحده اتطفت وبتاع، هو مش لاهدى مش عارف ايه، على ما تفكر انت زي ما بقول لك انك تشوف ان ده ارت فيوجن غالبا هيكون خمس دقائق. فالموضوع بقى نظري بيني وبينك بقى، هاب اننا قابلنا العيان وزين 5 مينتس خلاص، هنعمل له ايه؟ هنقلل الضرر. يعني ايه؟ يعني بدل ما يحصل الامبولايت تشد المين ترانك خليها تشد برانش، خليها تشد ايه؟ برانش. نعمل ايه؟ وسع الفيسز. فبدل ما يسد المين ترانك تخش تسد برانش، تسد الابر تمبرال برانش اللي هو التمبرال اللي هو النيزر ابر نيزر بس ايه؟ او تسد حاجه في البريفري خالص. طب اوسع الفيسز ازاي؟ انت عارف مين احسن سيريبرال فاز دايليتر؟ ذا كربون دايكسايد. تمام؟ هات كيس نايلون وروح حاطه على راس العيان كده، بس سيبه مفتوح من تحت من فضلك، ما تقفلوش من تحت اذا كنت لايك ترمينيت ذا بيشنت. خدت بالك؟ سيبه مفتوح من تحت وخليه يتنفس فيه، ارفع له الكربون دايكسايد كونسنتريشن. دي على فكره بتحصل لنا لما بنخش في الراوندات، العدد الطلبه بيبقى كبير والاوضه مقفله وبتاع، تقوم تلاقي نفسك على اخر الحصه ابتدى يجي لك صداع جامد قوي، وابتدى تحس الفيسل بتاع دماغك ايه؟ فالسيتنج كده. واول ما يفتح الباب ونخرج تلاقي الصداع راح. يا العلم سخيف. المشكله مش في العلم، المشكله انك جوه الكونسنتريشن بتاعت الكربون دايكسايد عاليه قوي. تمام؟ فهو دي القصة. كربون دايكسايد از سيريبرال فازو دايليتر. از فيري طبعا سيبك بقى ان هو طبعا هينيم الطلبة، يعني تلاقي الطلبة وهي قاعدة بقى في الأوضة المغلقة دي، كل واحد عمال يعمل كده يبص لك كده تحس انه مش فاهم حاجة خالص ويروح نايم منك تاني. هو بيبص لك أدبيا يعني يقول لك معلش راجل كبير بقى بيكلمنا بتاع، وشوية تلاقي راسه عمالة تقع كده. بيحصل بتعذبونا انتوا في الراوندات ما عارفش. لا بس هو باد فنتليشن الحقيقه، يعني لازم يكون جود فنتليشن في اوضه الدرس. دي مهمه جدا الواحد يتعلمها القصه دي، لان ده سريبرال باس دايليتور بيعمل هيدك فعلا جامد جدا. ده نمره واحد. نمره اثنين، اعمل مساج بسرعه على العين، طلع شويه ايكوس من العين، اعمل مساج بسرعه على العين. اذا كنا في المستشفى هروح واخد العيان بتاعي بسرعه جدا على اوضه العمليات واروح منضف له عينه بسرعه، بسن ابره اروح خارم له الانتيو تشامبر، باراسنتيسيس اخره من الانتيو تشامبر، طلع منه شويه ايكوس. ده يعمل له ديكريس في الانتروكولار بريشر، يروح مخلي ديسلوجنج للانفولاي دي تتحرك لقدام شويه. او انا اقول لك حاجه، زي بتوع الانزاينا مش بتدوم مقراش اللي تحت اللسان الامان نايترايتس دي، خدت بالك ازاي؟ دي زي الايزوربيلز والحاجات دي، ممكن تدي له حاجه من بتوع الانزاينا دي تحت لسانه
تعمل له فازو دايليتيشن، خدت بالك؟ برضه دي نفس القصه. يبقى كل دي حاجات انت عايز تعمل بيها فازو دايليتيشن، بتقلل انتروكلر بريشر. يس، هو ده ممكن يعمل ايه؟ هو لما اجي اقلل انتروكلر، لا اصل هو مش عالي اصلا، اصل هو مش هاي وانا هقلله، يعني ده غير موضوع الجلوكوما، خلي بالك عشان احنا ما تاخدوش الموضوع. انا فاهم القصه بتاعتي دي، ان احنا ما بنوطيش السادن لورنج في الانتروكلر بريشر، بس ده لما بيكون في الجلوكوما. في الجلوكوما التنشن اصلا بيبقى ايه؟ عالي قوي، فالفيسز بتبقى مسنوده بحاجه جامده، فجاه انت بتوطيها. انما هنا اصلا ده نورمو تنسر، ما عندوش اصلا جلوكوما ولا حاجه. فانا لما عملت له لورنج للانتروكلر بريشر، وطيت له الانتروكلر بريشر، بيحصل دايلاتيشن بس في الفيسز خفيف، مش لدرجه انه تعمل اكسبالسف هيمرج، مش لدرجه انها تعمل اكسبالسف. تمام؟ طبعا مين هيقدر ياخد عيان في اوضه عمليات وزن 5 مينتس يكون جهزه وعمله وعمل له القصه دي كلها؟ فده كله كلام بيني وبينك انا، يعني من ايام ما كنت طالب زيه كده وانا بذاكره، انما عمري ما استغليته في البراكتس بتاعي. وراجعه كل شويه لما اخد الارتري فوجن اشرحه او اشتغل فيه، اراجعه كل شويه، بس انا ما بشتغلش بيه. لان عمري ما شفت عيان جاله ارتري فوجن وجالي وذين 5 مينتس. تمام؟ فيعني لغايه دلوقتي ما شفتوش، يعني ربنا يستر. ليتس جو بقى للسنتر ريتنال فينوكلوجن. الفينوكلوجن ده يختلف عن ارتري فوجن في حاجات، اولا في الايثيولوجي مختلفين شويه. باي فار تاني بكرر لك، the most common cause of artery occlusion and vein occlusion بقى هي دي المشتركة فيها is atherosclerosis. والفين بيتسد في حتتين، خلي بالك، يا اما هنا عند اللامنا كريبروزا او في الحتة والارتري كروسنج فوق الفين، يا هنا يا في الحتة اللي الارتري بيعدي فيها فوق الفين. تمام؟ يبقى this is the areas اللي بيحصل فيها الفين occlusion، يا اما عند commonly هنا في اللامينا كريبروزا الارتري والفين شيرنج سيم شيس، هوريها لك اهي. ادي الارتري، شوف تخين ازاي، الاثيروسكليروتيك سنتر ريتنال ارتري، شوف الوول بتاعته بقت تخن ايه، ده اليومن بتاعه، وضاغط على الفين اهو، شوف اللي مكبوس تحت ده الفين، حتى بص الارتري شيس مجمع فيه زي ما تكون هتعمل ثرومبوس. تمام؟ طيب بص، يبقى اثيروسكليروزس از ذا موست كومن كوز اوف فين اوكلوجن اجين. برايمري اوبن انجل جلوكوما، فاكر قلت لك تنشن 30 40 يشد الارتري ولا الفين؟ يشد الفين، يشدش الارتري. طب بعد كده انفلاميشن في الفيسل وول، فاسكولايتس، فاكرين بيست في ديزيز؟ ماوس ألسر وجينيتال ألسر وارثرايتس وهايبوكيون ومش عارف ايه، وفين اوكلوجن برضه بتعمل لك فين اوكلوجن. ساركويدوزس نفس القصه بتعمل فاسكولايتس. دايبيتس ميليتس افكتنج ذا بلاد فيسل نفس الحدود. دي بقى من الحاجات المهمه جدا اللي تعمل لك فين اوكلوجن، البلاد فيسكوستي، البوليسايسيميا، الناس اللي عندها بوليسايسيميا. تمام؟ الناس اللي عندها لوكيميا، الناس اللي عندها سيكل سيل انيميا، سيكلينج اوف ذا ارتسيز، الكونتراسيبتيف بيل، مش بتوع الكونتراسيبتيف بيلز كان بيجي لهم دي في تي لو دي فينس ثرومبوز كتير؟ فالكونتراسيبتيف بيلز على فكره زمان غير دلوقتي، يعني دلوقتي جرعات خفيفه قوي، وبصوا بقى الحاجات اللطيفه في الكونتراسيبتيف بيلز، انما زمان كانت هاي دوز هرمونز بالذات الاستروجين كانت رهيبه. يعني كانت مثلا تلاقي واحده زميلتك معاك طول الكليه بتاع عامله كده زي العصفوره كده، فجاه تلاقي كوره بتسلم عليك في الشارع، ازيك يا دكتور احمد؟ احمد مين؟ مين انت؟ مش فاكرني، ده انا زميلتك مش عارف مين تستكشف. زميلتي؟ ده كوره، ده في ايه ده؟ تقول لك اصلا جبست بقى وراس بني الحمد، راس بني الحمد. ادي راس من الحق كونترا سيرفيس، واخد بالك ازاي؟ ما تضحكوش، ما احنا كلنا بناخدها في الفراخ دلوقتي، احنا بناخدها دلوقتي عن طريق الفراخ كلنا، ما تقلقوش يعني. ما هو بيدوها الفراخ عشان يزودوا وزنها عشان يبيعوها، غلط طبعا، بس دي ولذلك بيجي لنا، انا بيجي لي ناس دلوقتي اطفال كتير قوي عندهم اللي هو البناين انكريز انتراكرينال تنشن. يعني دي زمان لما كنت اشوفها في فيميل بيشنت عندها حاجه 40 سنه كنت اقول لها حضرتك زمان خدتي كونتراسيبت بيلز؟ تقول لي يس. دلوقتي لما اشوفها في يونج بوي 10 ييرز اقول له حضرتك كنت بتاخد كونتراسيبت؟ يونج بوي 10 ييرز، ليدي 10 ييرز او يونج جيرل 10 ييرز، ولاقي عندها قديمه في دماغها اقول لها كنت بتاخدي كونتراسيبت بيلز؟ يس، هي بتاخد كونتراسيبت بيلز بطريقه غير مباشره، واخد بالك ازاي؟
فدي دي امراض كتيره من الحاجات اللي تعمل لك تزود البلد فيسكوستي، خدت بالك، تقوم تعمل لك فينوكلوجن. لاحظوا بقى حاجه مهمه جدا، ان most of the patients of venoclusion بيلاحظوا القصه دي in the morning. ليه؟ عشان الفينز بالليل بيحصل فيها حاجه اسمها night stages. اللي هيسد الفين مش امبولاي، اللي هيسد الفين ثرومبس. خلي بالك في فرق كبير قوي بين امبولاي impacted in the vessel وثرومبس بتتكون inside the vessel. ثرومبس في الفينز the venous thrombosis، عشان كده بيقول لك دي venous thrombosis DVT دي venous thrombosis. خدت بالك الثرومبوزس ثرومبس فورميشن، تمام؟ فالثرومباي تيكس تايم انها تتكون، عشان كده هنا الديفكتيف فيجن يبقى رابد صادم رابد، وبعدين يونيلاترال ماركت بيرلس ديتيريوريشن اوف فيجن نوت لوس اوف فيجن ديتيريوريشن اوف فيجن نوت لوس اوف فيجن. خلي بالك بقى من الفرق في البرزنتيشن بين الارتري وفين اوكلوجن، هنا رابد يونيلاترال ماركت بينلس ديتيريوريشن اوف فيجن، ذيس از ذا برزنتيشن اوف ذا بيشنت، انما هناك كان سادن يونيلاترال لوس اوف فيجن، دي ثرومبس، الثانيه كانت امبولاي. امبارح طلب بعد المحاضره بيقول لي ايه؟ هو ما فيش يعني امبولاي تيجي في الفين؟ لا طبعا، لان بتقف عند الكابيلر، قبل ما تروح للكابيلر لازم تكون واقف، بتبقى امباكت ستيشن. الاير امبوليزم والحاجات دي موضوع تاني، ده حاجات بقى بتاع الغطس وبتاع مش عارف ايه، ده قصه تانية. انما الامبولاي ان جنرال اللي هي بقى الاسروما والفيجيتيشنز والحاجات دي ما توصلش لغايه الفين، ما توصلش للفين، في ثرومبوس فورميشن، في ثرومبوتيك مانيفستيشن، تمام؟ فدي القصه بتحصل في الفين. ده مش معناه ان السليبنج از دايركت كوز اوف فين اوكلوجن. في عيال طلبه تلاقيها نايمه طول الحصه وتعجبه كلمه، لك العيانين بيطلعوا من زمورني عشان ما يتفيدوش. يجي مره ثالثه انت عارف بيقول ايه؟ وات ار ذا كوزز اوف سنترال ريتنال فين اوكلوجن. راح كاتب لنا نمره واحد وكتب لنا ايه بقى بكابيتال ليترز وبتاع وعلى سطر ده سليبنج از ذا موست كومن كوز اوف سليبنج. ايه يا غبي؟ لو السليبنج الموست كومن كوز اوف فين اوكلوجن ما كانش حد نام. ننام ليه بقى؟ لما يقول لك عينان هيجي له فين اوكلوجن الصبح؟ لا، ده الناس دي لما تنام عرضة ان يجي لها فين اوكلوجن. الناس دي مش اي حد لما ينام يجي له فين اوكلوجن. وعشان انت عارف ان دلوقتي لما تيجي تسافر مثلا كروس اتلانتيك مثلا، او هتركب رحله مثلا رايح الشرق الاقصى او رايح الصين او اليابان او الحته دي، شركات الطيران تقول لك بليز قبليها بيومين ثلاثه تيجي خد اسبرين عشان هتقعد هتبقى في ستاجنيشن 8 ساعات مش هتتحرك. ممكن في ناس بتحب الشنطه تتمشى في الطياره تبقى مرغوبه يقعد على الكرسي ما يسيبوش، واخد بالك ازاي؟ 8 9 ساعات. يوم يقول لك والله من فضلك معلش حرك رجليك، ويقعد يدوك تعليمات كل شويه، وتلاقي المبيتين كل شويه يقول لك معلش هز رجلك شويه، حرك افرد رجليك كده، ما تقوم تيجي مثلا مش عايز تروح التواليت نوصلك للتواليت الثاني. المحترمين هناك يساعدوك في كل حاجه، خدت بالك؟ فالكلام ده عايزك جسمك يشتغل، مش عايزك تفضل قاعد ستاجنت 8 ساعات كده، ويقولوا لك خد اسبرين برضه قبلها بيومين ثلاثه من فضلك قبل ما تركب الطيران الطويله. ليه؟ بنخاف من الديب فينوس ثرومبوز. طب ما الفينوكلوجن دي از ون اوف ديب فينوس ثرومبوز، تمام؟ طيب بص بقى هنا بقى بدون حفظ في الفينوكلوجن وانس هابن الارتري بيجيب بلاد الفين ما بيسحبوش، الكابيلرز ان بتوين تعمل ايه؟ حاجه من الاثنين، يا تليك يا رابشر. جميع انواع الهيمورج حدث ولا حرج، دوت شيب هيمورج، ها بلوت شيب هيمورج، ها فلين شيب هيمورج، ها بري ريتنال هيمورج، ها فيتريوس هيمورج. لا الاستاديون صعب قوي يا راجل، خلينا جوه العين، ايه اللي طلعنا بره؟ هيماتوريا بقى، عمومي هيماتوريا بقى. خلينا جوه العين، تمام؟ يبقى دوت شيب وبلوت شيب وفلين شيب وبري ريتنال هامرج وفيتريس هامرج كمان، خدت بالك؟ ده كل ده ممكن يحصل عندنا قدام. اديما في الريتنا، ماكيولار اديما اند بابيل اديما ممكن تحصل عندنا،
طيب بعد كده ايه اللي يحصل تاني؟ ايه اللي يحصل تاني؟ ان ممكن بقى بص الارت يجيب بلاد البين ما بيسحبوش، الارت هيعرف يجيب مور بلاد، يبقى يحصل ايه في التيشوز؟ كيميا. والكيميا بتبان على شكل ايه؟ كوتونول باتش، تقدر تظهر كوتونول باتش. طب وبعدين؟ الحتت السكينك بتطلع مواد اسمها ايه؟ فازو فورمتيف ماتيريال، صح؟ طلع نيو فيسلز بقى على الريتنا ومش عارف ايه وعلى الايرش، بعد 100 يوم تعمل جلوكوما اسمها ايه بقى؟ 100 داي جلوكوما. It is new vascular glaucoma. بتحصل على الايرس بعد 100 يوم. بص بقى اهو. ادي برانش فين اوكلوجن. ابر تمبرال برانش فين اوكلوجن. خلي بالنا الارتري اوكلوجن كان انفاركشن. كان لونه ميلكي وايت. انما دي بص كانك جبت بلاد ورحت دلقه في الحته دي. بص بليدنج. It is victorial bleeding زي ما انت شايف. طب ايه اللي بيعمل ديفكتيف فيجن للعيان؟ ثلاث حاجات. الريتينال هيموريدج، الماكيولار ايديما، الريتينال اسكيميا. ثلاث حاجات دول هم اسباب الديفكتيف فيجن ان ذيس بيشنت. الريتينال هيموريدج، الماكيولار ايديما، والريتينال اسكيميا. طب ده ابر تمبرال برانش فين اوكلوجن يعمل ايه؟ لور نيزل سيكتوريال فيلد ديفكت. لور نيزل سيكتوريال فيلد ديفكت او برضه ده برانش فين اوكلوجن. يس يس بس ديفكتيف فيجن هيعمل فيلد ديفكت مش لوس اوف فيجن، هيعمل فيلد ديفكت. ابر تمبر سيكتوريال فيلد ديفكت ما عادش قال لوس. بص ده لور تمبر برانش فين اوكلوجن، ابر نيزل سيكتوريال فيلد ديفكت. ده بص ده ابتدينا بقى نخش في ترانك. لاحظوا بقى دي ترانك ترانك، وشوف الفيز بتاعته اصلا كونجستد ازاي، وفي ايه في كروسنج تشينجز هي باينه، وايه الارياز دي؟ ايه دي؟ سكوتونول باتشز برضه. هنا ده لور ترانك ابر هاف التيتيودنال ديفكت برضه، يعمل لك ابر هاف التيتيودنال ديفكت. تمام؟ نفس القصه. بص بقى ده عيان كان عنده ايه اصلا قبل ما يجيله فين اوكلوجن؟ عنده قابل بتاع ايه ده؟ جلوكوما. ما هي الاوبن انجل جلوكوما تعمل فين اوكلوجن زي ما انت شايف. عملت له فين اوكلوجن وسكين يا جامد اهي. بص ده سنتر ريتنال فين اوكلوجن، سنتر ريتنال فين اوكلوجن. مفيش حاجه تعمل الدنيا المنظر ده كده. هامرج هامرج. خلي بالك الهامرج ده الثرومبس اللي حصلت دي والفين اوكلوجن برضه هتسلك تاني. ما الاميون سيستم مش هيصحى. ايه المسخره دي؟ في ايه؟ الفين اتشد. طب ابعتوا له مايكروفيج. طب 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 ارقد 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 خلاص. ثم السيركليشن تبتدي تمشي تاني. طب والتغريق ده تيش تايم بقى. يعني زي مثلا ايه؟ الحنفيه اتسدت، البلاعه اتسدت، والحنفيه كانت مفتوحه على الاخر. الحفله بتاعت المصايف كل سنه دي الناس تروح المصايف ويسيبوا حنفيه مفتوحه والبلاعه تتسد ولا اي بتاع، تلاقي الدنيا غرقت وبتاع. بيجيبوا راجل يسلك لهم البلاعات وخلاص. طب والسجاجيد اللي غرقت مش هتاخد وقت على ما تنشا؟ البلاط اللي باظ مش هتاخد وقت على ما تصلح؟ وهكذا. فاهم ازاي؟ عشان كده هو هيحصل صحيح كانلايزيشن وهترجع السيركوليشن تاني تمشي، بس الهامرجز اللي حصلت دي تيكس تايم. والاريز اوف انفاركشنز دي هتعمل لك فيلد افكتس بعد كده بيرمننت، هتبقى موجوده يعني الاريز اوف انفاركشن هي حصلت. خدت بالك؟ يبقى العيان هيبتدي نظره يتحسن تاني بعد شويه، بس تيكس تايم عشان ده يبقى بالظبط. تمام؟ طيب اهو خلي بالك انا عايز اقول لك حاجه برضه ده انذار. واحد جاله سنتر ريتنال فين اوكلوجن، طب عندك ما يمنع انه يحصل له في العين الثانيه؟ عندك ما يمنع ان يجي له ديب فينوس ترومبوزس في حته ثانيه؟ طب يا اخي ده ممكن يكون لوكيميا، مش من ضمنها كانت اللوكيميا؟ شفناها. طب ما تعمل له كومبليت بلاد بيكتشر، شوف دم توتال وديفرنشال لوكوسيتك كاونت كده، بص بص على الدم بتاعه، شوف البليدنج تندنسز والكروتنج تايمز والحاجات الفاكتورز بتاعته ماشيه ازاي. ابتدي اديله انتي كواجلانتس عشان ما يجيلوش في ناحيه في حته ثانيه، يعني اديله اسبرين او اذا كان الباطني هيمشيه. خدت بالك في فاكتور دلوقتي اسمه الاي ان ار بتاع البروسلوندن تايم؟ خدت بالك ازاي؟ ده بنوصله لرقم معين عشان ما يحصلوش ثرومبس في الناحيه الثانيه. على الاقل ما يحصلوش ثرومبس في الناحيه الثانيه. تمام؟ يبقى لازم نبص على الموضوع ده. انا او الكارديولوجيست حد فينا، بس لازم نبص على موضوع البلاد بتاع البيشنت ده. استبعد انا اللوكال ديزيزز برضه. خليه يستبعد هو الاثيروسكليروزس معاه،
وانا استبعد اللوكال فيز زي الاوبن انجل جلوكوما، ان في اوبن انجل جلوكوما اصلا عملت البين اوكلوجن. يبقى الكلام ده كله شوت بي دان، وبعد كده ننتظر على العيان. ممكن بقى واحنا منتظرين نشوف اذا كان في سكيميا جامده ولا لا، نعمل فلوريسين ايه بقى؟ فلوريسين انجيوجرافي اهو عشان يورينا الاريز اوف اسكيميا والاريز اوف انفاركشن قد ايه. ليه؟ لان لما بيحصل اريز اوف اسكيميا وانفاركشن لازم اعمل لها ليزر فوتوكواجوليشن. ليه؟ لان الاسكيميك اريا بتطلع ماده اسمها ايه؟ فوسفورميتيف ماتيريال. الحاجه الثانيه دلوقتي الجديد في التكنيكس العلاج ان احنا ممكن نحقن حاجات داخل العين. If we have macular edema دلوقتي بنحقن ستيرويدز، ممكن احقن انترافيترال ستيرويدز، او ممكن احقن انتي فيجيف انتي فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتورز، ممكن احقن انتي فيجيف جوه الفيتريس كافيتي عشان ما يطلعش نيو فيسل فورميشن بالذات مع الاسكيميك تايبس دي. زائد بقى ان لو في ماك سيفير اسكيميا مع الانتي فيجيف اعمل بان ريتينال فوتو كواجيوليشن، اكسباند ريتينال فوتو كواجيوليشن. تمام؟ ادي كومبليكيشن بقى تحصل فين اوكلوجن. مين ده بقى؟ شايف يعني ايه روبيوزس ايريدس؟ طب روبيوزس ايريدس علاجها كان البروفيلاكسز البي ار بي في الدايابيتك ريتينومس وفي الفين اوكلوجن. طب اكتوال تريتمنت تدي بايلوكارتين؟ امال ادي ايه؟ اتروبين، ستيرويدز، تيمولول، داينوكس، بوتاسيوم سيرم. تمام؟ اتروبين لو التفت وراك تاني هتروح تتفرج. خلاص؟ انا اديت زميلتك انذار وقعدتها قدامه واحترمته. ار يو نوت يعني اف يو ار نوت انترستد استاذن وامشي، انا ما عنديش مشكله. انما ما 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 تشوشرش على الاريا اللي حواليك بليز من فضلك. يس. عشان الموتى لا يطلبون نيو فيسل فورميشن. في فرق بين موتى وسكيميك. في فرق بين كلمة انفاركشن وكلمة سكيما. ده بالعكس، ده احنا الليزر بيحول الاسكيميك اريا الى انوكسيك اريا. فهمت؟ ده الروبيوز اريز بقى، اتروبين، ستيرويدز، تيمولول، داينوكس، بوتاسيوم، سيرم. تمام؟ هو ده العلاج بتاعه. طب اذا ما نفعش بقى العلاج ده، ادي فوتوكاجيوليشن اهو. بص دي اريا كان فيها اسكيميا اهي وعملوا لها اهو فوتوكاجيوليشن. ادي بعد الفوتوكاجيوليشن بص الهيمرج بقى ابتدت تبقى ابزوربت بعد شويه ازاي هنا. تمام؟ بنعمل بقى سب سكريرا ترابيكليكتومي ويز فالف امبلانت، ما ينفعش من غير بقى سد تاني. طب اذا ما نفعش الكلام ده بقى بنعمل سايكلو ايه؟ سايكلو كاي اللي هو الدستراكتيف سيرش. ليتس جو تو ذا سبجكت اوف ريزونال ديتاشن. تمام؟ معلش احس رتمها سريع النهارده بس وي ويل فينش ان شاء الله زي المجموعه اللي فاتت. اللي هو ده ذا ديستراكشن على السيريال بودي. لو ما نفعش العلاجات دي بقى خلاص. لو ما نفعتش العلاجات دي والتنشن مازال بيعلى. يعني ادينا عملنا ليزر وعملنا ميديكال تريتمنت وعملنا سبسكريرا لوفالف امبلانت وما نفعش والتنشن مازال بيعلى. نعمل بقى السايكلوكراف. سادة كرام، ريتنال ديتاتشمنت يعني سيبريشن اوف ذا ريتنا من مكانها. وهي اكشوالي تبقى ريتنال سيبريشن نوت ريتنال ديتاتشمنت، لان البيجمنت ابسيليان بيروح في ناحيه والنيورو ريتنا بتروح في الناحيه الثانيه البوتنشال سبيس القديم بتاع زمان. بصوا الريتنال ديتاتشمنت بتتقسم الى الاتي. If we have tears retinal tears. If we have tears tear يعني قطع الدموع هنا سبب مش tears مع زوجي. ما بيقول لك if we have tears يعني ايه جاب tears يعني. We have tears. تير قطع يعني. If we have tear يبقى دي اسمها primary retinal detachment. If we have tear عمل retinal detachment يبقى ده اسمه primary retinal. او يقولوا عليه ايه؟ rigmatogenous. شايف العروه بتاعت الجاكيت دي اللي بيخش فيها الزرار دي؟ This is the rigma. R-H-E-G. rigma. rigmatogenous retinal detachment. rigmatogenous يعني فيها قطع. رجمة اللي هي العروة دي، حاجة زي قطعة الجاكيت كده اللي بتتحط في الصورة دي، معنى كلمة primary أو rheumatogenous retinal detachment. طيب if we have no tears and we have detachment this is secondary retinal detachment. يبقى بنقسم إلى primary secondary. طب secondary ليه؟ بص secondary ليه؟ either something pull on the retina
يبقى ده اسمه fractional retina detachment. أو something push the retina يبقى اسمه exudative retina detachment. يبقى secondary في نوعين, either something pull fractional أو something push the retina يبقى exudative retina detachment. يعني ايه كلمة retina break؟ يعني ايه كلمة tear؟ يعني ايه كلمة hole؟ يعني ايه كلمة dialysis؟ اي discontinuity في الريتنا is break, retinal break in general. اذا كان البريك الغطاء بتاعه موجود اللي هو بيسموه الاوبيركولم, الغطاء ده بيسموه الاوبيركولم, تمام, يبقى ده retinal tear. اذا كان الغطاء مش موجود, يعني سيبك من بتاع الفراسما دي, اذا كان الغطاء مش موجود ده يسموه هول. اقول لك اكزامبل فرق بينهم. لو انا ماشي بالجاكيت بتاعي كده ورحت ايه مسمار في الحيطه, ده كتير بتشوفه في الكليه, مسمار في الحيطه راح ماسك في الجاكيت بتاعي قطعها لي, مش بيقطعها فتحه اللي هي زي القايمه دي اسمها ضبه ومفتاح, دي عارفينها دي, this is tear. tear وتدي للراجل يقول لك لا سهله انا فاتوا لك مش مشكله. طيب افرض بقى ايه ما عنديش غير جاكيت واحد رايح جاي بيها, ومن كتر ما بحط ايدي وكوعي هنا كده الجاكيت ايه اتنحلت تاكلت, فتروح للراجل تقول له مفضل فيه هنا قطع, يقول لك قطع يا استاذ مش قطع دي اتنحلت, الراجل عايزين نقفلها يعني طبقت لك منين؟ ايه رايك نحط عليها بتاع كاوتشه كده وطالعه مضه؟ في جاكيتات كده على فكره الجاكيت الانجليزي كلها كده, ده الجاكيت حاطين لك بتاع كاوتش كده هنا جلده كبيره كده حاطها لك, بيقول لك اصل دي موضه جديده بتاع, هي مش موضه ده ازاي يعني. فالمهم دي معناها ان مفيش غطا للحته دي, التيشوز اتاكلت اند ذيس از هول. عرفت بقى الفرق بين تير وهول؟ تير اللي هو ليه اوبركلوم ليه غطا زي كده, ذيس از هول. طب لو الريتنا اتقطعت عند القرص الراتا ده اللي بيقولوا عليه دياليسز او ديس انسرشن, دياليسز او ديس انسرشن, تمام. طب بص العيان ده عمل عمليه قبل كده, ايه هي؟ بص طب عروستي في لينس, يبقى الان عمل عمليه ايه؟ لينس اكستراكشن ما شاء الله. واللينس عاده بتتشال بسبب ايه؟ كاتركت, يعني عمليه كاتركت اكستراكشن. ها؟ ما شاء الله دي عمليه كاتركت اكستراكشن. طيب في بقى قطعات في الشبكيه, ده تير ولا هول؟ تير. طب ده تير ولا هول؟ تير. ده ايه ده؟ هول. دول هولز اهو, تمام. يبقى عرفت بقى الفرق بين التير والهول, تمام. تملي حتى التير تاخد شكل حلو في الحصان, يسموها هورس شو, ما الحصان مش بيلبس جزمه, الحصان بيلبس حدوة حديدة كده يو شيب كده اسمها حدوة الحصان, فدي بيسموها بيقول لك هورس شو تير, تمام. هورس شو تير اللي عامل زي اليو شيب دي كده, تمام. تملي الهولز تبقى راوند كده بالمنظر ده. بص بقى اهو هنا بقى الريتنا وهي بتتقطع, مش دي بتتقطع ميكانيكال؟ بس مش حاجه ميكانيكال بتشد عليها تقطعها اكيد, تمام. تقوم الريتنا تحس بالضوء من غير ما يكون في لايت ستيمولس, دي اسمها ايه؟ اوتوبسيا. يعني يقول لك دكتور انا قاعد فلاش نور يروح منور لي كده, فاكرين مش خدناها في الكرولايزز دي قبل كده؟ اوتوبسيا. وبعدين شويه بلاد او شويه حاجات كده تروح عايمه هنا, تروح عامله لك ايه؟ بص ماسك بوليتانس. يبقى فوتوبسيا وماسكا, فوتوبسيا وماسكا. فاكر انا قلت لك في الكرودايتس قلت لك لازم توسع البيوبل ولازم تعمل فندس توكسكلود ريتينال تير, لا ما قلتش تير, فوتوبسيا وماسكا ريتينال تير. دي ريتينال ايه دي؟ هول اهي, شايف دي هول ودي هول ثانيه, هو عنده هول ثانيه, تمام. طب ده تير ولا هول؟ ده تير ولا هول؟ شوف كذا اثنين تيرز اهم, ادي تير وتير جنب بعض. بالمناسبه بقى التيرز والهولز والحديد دي كلها بتحصل في ثلاث اشخاص, الهاي مايوبس, الهاي مايوبس, الاولد ايج والبلانت تروما. الهاي مايوبس والاولد ايج والبلانت تروما اخر مجموعه ممكن تحصل فيهم الافيكيا. الافيكيا عرضه للريتنال ديتاتشمنت اكتر من غيرها, 10% منهم بيجي لهم ريتنال ديتاتشمنت,
يبقى الاولد ايج الهاي مايوب الاول، الهاي مايوبس اكتر ناس الهاي مايوبس، والاولد ايج والبلانت تروما والافيكا. تمام؟ اهو بصوا بقى العين يحس بفلوترز كده اهي، شايف الفلوترز حاجات سودة بنشوف كده قبل كده وبتاع، حاجات سودة معديه قدام عينه كده اهي. بص بقى دي ادي البوتوكسي وادي المصل، النجوم في عز الظهر، انك تشوف النجوم في عز الظهر دي شايفها اهي، دي البوتوكسي حاجه تنور لك كده في عز الظهر كده، دي البوتوكسي ودي الماسكا بوليتاس. يبقى بوتوكسي اند ماسكا دي ريتينال تير. تمام؟ طيب بص بقى كتير بيتقالك بايه؟ ليزر فوتوكواجيليشن. هنعمل بقى ايه؟ هنحوط التير ده بفايبروزس. ليه؟ هقول لك، اصل انا خايف الفلويد يروح داخل من هنا يعمل لي ريتنال ديتاتشمنت، او ما اعمل فايبروزس في الحته دي، اعمل بيرنز هنا ثلاث اربع صفوف كده او صباعه. تمام؟ ولازم الف 360 درجه حوالين التير. ليزر فوتوكواجيليشن از ماسك. عشان كده يقول لك ايه؟ فوتوبسي او ماسك، فوتوبسي او ماسك. دايليت ذا بيوبل اكزامين ذا فاندس اف نو تير وي ار شور ذا بيشنت. يعني لما واحد يجي يقول لي طرب كتير قوي يقول لك ايه؟ دكتور عندي ماسك، فوت علينا بكره نعمل لك فاندس لازم. يعني لازم هو ما بتشتكي ليه؟ عايز ايه؟ طب اقول لك ايه؟ ما دام في فلوتر وبتاع لازم اعمل لك، هو الكتاب بيقول كده دايليت ذا بيوبل اكزامين ذا فاندس اف نو تير وي ار شور ذا بيشنت. بس لازم اتاكد الاول ان النوع ايه؟ نو تير. اف نو تير يا شور ذا بيشنت. خلاص طمنه، اقول له خلاص دي حاجات عبيطه كده في عينك وخلاص. بص اهو شوف ده العيان طالع من جلسه الليزر لسه حالا اهو، ادي هورشو تير شايفينه؟ هتقدروا تلاحظوه ولا لا؟ ادي التير وادي الليزر فوتوكاجريش، عمل له ثلاث صفوف اهو الليزر، ولاحظ انه محوط الليزر كويس قوي، محوط التير بتاعه كويس قوي. بص اهو شايف الاولاني، التير الاولاني شفناه، وادي ثلاث صفوف ليزر حواليه اهو محوطه 360. انا ما اعملش بيرن هنا، بيرن هنا ليه؟ ما دي خلاص دي بقت اكسبوز، انا اعمل حواليها عشان الفلويد لما يجي يخش من هنا ما يعرفش. يعني بص الفلويد ما يخشش عشان ما يعملش انفصال، انا عايز اروح مثبت القميص بالفانيلا اللي تحتيه. لما يجي الفلويد يخش يلاقيها سد ما يعرفش. عشان كده بنعمل الفايبروزس ده. الكلويدايتس والفايبروز اللي هيحصل هنا ده والفايبرين هيطلع يسد لك الحته دي خالص، يوم الفلوز ما تقدرش تعدي من الحته دي. يس اهو بص شوف ريتينال تير ومتحوط ازاي بالليزر فوتوكاجيليشن. لا ده موضوع ثاني بقى، ده لازم بنعمل ساعتها فيتراكتوميز وحاجات زي كده هنتكلم فيها بعد شويه. بص بقى ده تير ولا هول؟ ده هول وبرده متحوط بالليزر فوتوكاجيليشن. اهو بص برضه ده تير اهو، ادي تير اهو الاوبريكولم بتاعه موجود، وادي ثلاث صفوف ويكمل لك حواليه بليزر فوتوكوبيه. موست اوف ذا تيرز اند هولز في الناس الهاي مايوبس بتبقى في البريفري اوف ذا ريتنا، وبالتالي لما بعمل لها ليزر فوتوكوبيه انا ما بحسش بيها في حاجه، بس انا برحمه من يحصل له ريتنا ديتاش. طيب بصوا بقى ليه في ناس عندها تيرز بقى لها سنين ما كانتش حاسه بيها واحنا اكتشفناها صدفه، سموها سايلنت تير. وفي اللي ناس تيجي لها تير وتاني يوم تقلب معاها ريتنال ديتاتشمنت. يبقى في فاكتور تاني، ذا سكند فاكتور از ذا فيتريس. الفيتريس ده الفيتريس جيل بتاعنا اهو شايفه؟ الجيلاتينه دي اللي موجوده اربع اخماس حجم العين. تمام؟ الفيتريس ده. الفيتريس ده خلي بالك بيبقى ماسك في الحته دي ما يسيبهاش ابدا، اسمها الاورا سراتا. دي الاوريجن بتاعه، الامبريونيك اوريجن، الجذر بتاعه اللي عمل البالونه الكبيره قوي دي هنا عند الاورا سراتا اولا. الفيترس بيتكون من كام ماده؟ مادتين، ماده اسمها الهيالورونيك اسيد والميه، 98% ميه و2% هيالورونيك اسيد. 98% من نظم ميه و2% هيالورونيك ايه؟ اسيد. تمام؟ طيب بيحصل بقى في المجموعات اللي انا قلت لك عليها الثلاثه او اربعه اللي انا قلت لك عليهم دول اللي هم مين؟ المايوبس، الاولد ايج، بلانتو تروما، والافيكا. تمام؟ يحصل ايه بقى؟ يحصل ديفورس. عارف يعني ايه ديفورس؟ طلاق بين المادتين. اهي الجل يروح في ناحيه والميه تقول له لا احنا ننفصل. يلا روح عند اهلك امشي.
اهله فين؟ في الهنا، اصلهم من هنا، بلدهم في الحته دي عند قرى ايه؟ شرها. تقول له امشي يلا. يروح الجيل واخد هدومه ولا من بعضه ولا من نفسه وطالع قدام هنا عند كورة شراتة. الحركة دي اللي عملها الجيل لما زعل في الزعلة الجامدة دي اسمها posterior vitreous detachment. الحركة دي اسمها ايه؟ الفيتريس بيكش. الجيل بيكش بقى، الجيل بياخد بعضه طالع لقدام. المية تقول له يلا امشي، تطلع قدام وهي تروح راجعة ورا. هو ما يقدرش يرجع لورا. ليه؟ لانه ممسوك هنا، الجيل ممسوك من هنا، لان مصدر الجيل في الحته دي عند الغرة الشرعية. يا سلام اهو بص بقى. طيب وهو بيطلع لقدام كان في حته فيها التصاقات مع الريتنا، كورودايتس قديمه، خبطه قديمه، مش عارف ايه، فايبروس قديم، يروح واخد الريتنا معاه يروح قطعها لك. بص بقى اهو، شوف ما هو الانفصال حصل هنا اهو، الميه رجعت لورا والجيل طلع لقدام، ده اسمه بوستيريور ايه؟ فيتريس ديتاشمنت. الفيتريس بقى جيل وهو طالع راح واخد معاه حته ريتنا مزعها. مين اللي بقى هنا دلوقتي قدام الريتنا؟ الميه. تروح الميه دي داخله هنا تدور على الاشتيج القديم بتاع زمان اللي هو بين ديجمنت ابيثيليوم وتسع نيور ريتنا، تقوم تعمل لك ريتنا ايه بقى؟ اهو بص، شوف 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 الفيتريس جيل وهو ماشي خد حته ريتنا معاه قطعها عادي. فده تير، لما كان جنبه في حاجه كمان اتروفيك، هي دي مين دي؟ دي ظهور. تمام؟ مين بقى اللي هيخش هنا؟ الفلويد بقى اهو. بص بقى شوف، شوف الجيل، شوف الجيل شادد على الريتنا فين؟ وشوف بقى الفلويد راح داخل هنا. شوف الريتنا لما تبعد عن الكرويد لونها هيبقى ايه؟ يبقى جريش وايت ان كلر، لان دخل تحتيها فلويد بقى، بعدت عن الكرويد. تمام؟ ده ذيس از ذا ريتنا ديتاشمنت بقى. بص اهو، ادي بقى بص الريتنا التير، الريتنا لونها جريش وايت ان كلر، الفيشنز بتبقى مور بروميننت لانها بقت احمر على ابيض مش احمر في احمر زي الاول. وبعدين الفلويد تخش هنا تحت الريتنا تعمل لك بقى الريتنا ديتاشمنت اهو. خلاص؟ طب بص بقى العيانه هيشتكي ايه؟ بص سيبوا القلم دي واحده، شوف دي، بص دي حاجه لطيفه قوي. بص العيان هو سايق عربيته الهاي مايوبس ده، كان ماشي كح كح مش عارف ايه، خبط في دماغه، كان بيتخانق في الشغل وبتاع، فهو مروح بيته مسايق عربيته فجاه لقى حاجه عملته كده. ايه اللي نزل عليها؟ وبعدين ماشي في السكه ماشي الله الله فابتدى يحس ان في حاجه فوق دماغه. انت عارف الستات طبعا ايه اكتر حاجه فوق دماغ الستات؟ الاشاره. مره جت لي عيان قالت لي الكلمه دي، الدكتور انا امبارح فجاه حسيت ان الاشاره نزل على عيني، فبرفعه لقيت ان انا اصلا مش لابسه اشاره. زدت الحركه دي مشيت ازاي؟ لانه فعلا it looks like this، ان العيان بتدي يجيله فيلد افكت كده. This is the black curtain. الفيلد افكت اللي نشوف ده عرفت يعني ايه بقى؟ ستاره سودا نازله، ستاره سودا بتضيع له الصوره. شوف 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 وهو ماشي لقى الصوره عماله تعمل كده. This is black curtain. اسمع ألف عيان عندهم ريتنال ديتاشمنت، قول له وات هابن، هيقول لك ثلاث كلمات: فوتوبسيا وماسكا وبلاك كيرتن. فوتوبسيا وماسكا وبلاك كيرتن. طب مين العيان اللي يجي لك الاول، بتاع الابر ديتاشمنت ولا اللور ديتاشمنت؟ لها الابر، اصل الابر ديتاشمنت السواد ده هيجي لك من تحت. خلي بالك انت ممكن تروح بيتكوا كده عادي جدا، انما لو الكلام ده هنا تحت لا، هيبقى فيه خطوره انك تنقل رجلك. صح؟ العيان يتجنن لو ما شافش تحت رجليه. العيان كمان يحب يبص تحت رجليه. تمام؟ لازم يشوف ايه اللي تحت رجله والا ما يعرفش يمشي. عشان كده الابر ديتاتشمنت يجي بدري قوي. انت عارف ساعات اللي هو ديتاتشمنت العيان عنده بتاع زي كده وماشي بيها. ايه يعني؟ مش فارقة معايا. هو انا يعني فارقة معايا ان انا شايف اللمبة اللي فوق؟ ولا شايف بتاع المعلقة بتشتغل في الزبالة دي؟ لا ولا حاجة خالص، مش انا المهم اشوف تحت رجلك. عارف يجي لك انت لما تفضل بقى ايه، تنزل تاخد له الماكيولر اريا، يبتدي يجي بقى يقول لك ده انا مش بشوف شعره النهارده. وبعدين تبص تلاقي عنده اللور ديتاشمنت ده بقاله كتير، ده لونج ستاندنج ديتاشمنت ده، يقول لك انا ما خدتش بالي يعني. انما خليها بس تحصل فوق حته ديتاشمنت صغيره جدا، يجي يقول لك دكتور ايه حاجه صوت على الارض.
وعماله تكبر ومش شايف الارض تحت رجله ويعيط لك. يجي بدري جدا، عشان كده ده سؤال في الشباب مهم، مين يجي بدري عن الابر ديتاتشمنت يجي قبل اللور ديتاتشمنت. اهو ادي بلاك كيرتن بقى، بص اهي كملت بقى الصوره، ادي فوتوبسيا وماسكر والبلاك كيرتن اهي تمام. ده اللي يجي الاول بقى بتاع الابر ديتاتشمنت، لان الصوره تبقى لور، ده الديفكت هنا لور، فده اللي هيجي لنا قبل ده تمام. فوتوبسيا وماسكر وبلاك كيرتن اهي، شوف الستاره السوداء بتنزل. بلاك كيرتن دي زي بتاعت المسرح، الستاير زمان كانت تنزل من المسرح من فوق، فكانوا بيسموها البلاك كيرتنز دي اللي هي بتاعت المسرح اهي. بص بقى اللي ما استوعبش القصه يستوعبها معايا، شوف الانيميشن اهي اهي. بص الاول الفيترس بيكش، لاحظوا الاول هيبتدي في الفيترس وشادد على حته في الريتنا، لاحظوا النقطه دي هوريها لكم تاني. بص لاحظ في اهي حته الشد اللي هنا دي، باند راح تشيك واخده الريتنا معاها، لما خدت الريتنا معاها فلود يروح داخل تحت الريتنا. شوف الريتنا كمان لونها بيتغير لايه؟ لون جراي شوايتنج. وبعدين الميه اللي دخلت هنا تحت الريتنا هتبقى مزور بالميكرويد، ثم التنشن يبقى فيري سوفت جوه العين، لما تحط ايدك على العين كده تلاقي التنشن ديجيتال از فيري سوفت. بص بقى الريتنا اهي، شوف الجريش وايت جريش ريتنا دي، الجريش ريد ريفلكس اللي بيقولوا عليه، هو ده الجريش ريد ريفلكس. وات يو سي دلوقتي از ريتنا، وات يو سي از ريتنا، ذيس از ا جريش ريد ريفلكس، بيقولوا عليه جراي ريد ريفلكس، والتنشن فيري سوفت تنشن. فاكرين زمان الايفالويشن بتاعت الريتنا ان كيس اوف كاتاراكت؟ مش كنا بنعمل الترا ساوند عشان ممكن يكون ورا في ريتنا ليه؟ انت مش عارف، خدت بالك ازاي؟ اهو شوف بقى الريتنا ديتاتشن، عرفنا بقى يعني ايه تير ده وازاي الفلويد دخلت هنا، وشوف الريتنا بتغير شكلها ووضعها ازاي؟ اهو ادي ريتنال تير، يبان لونه احمر قوي لانك شايف ايه ده؟ الكرويد، ده الكرويد مباشرة، هو عليه بيجمنت جيليا مباشرة، وتلاقي الريتنا لونها يبقى جريش وايت وتبقى ويفي بالشكل ده. اهو شوف ادي ريتنال تير وده ديتاتشمنت بقى. طب ادي ريتنال تير وريتنال ديتاتشمنت، ده لور تمبرال يعمل ابر ميزل فيلد ديتكت بقى. بص ذا بيج تير جراند تير عامل ريتنال ديتاتشمنت اهو. طب سؤال بقى، هل ينفع اللينجر فوتوكاجيليشن هنا؟ لا، الدباسه زي الدباسه، عارف دباسه الورق؟ لازم تجيب الورقتين قصاد بعض وتحطهم في الدباسه وتعملهم كده، ينفع دبس الورقتين بعاد عن بعض؟ ينفع؟ هو الليزر ما ينفع، الليزر عامل زي الدباسه كده، لازم يكون الورقتين قصاد بعض عشان تيجي تروح عاملهم كده يروحوا لازقين في بعض، هو الليزر كده، انما ورقتين بعاد عن بعض. طب ليت مي اسك يو ا كويشن بقى، عندي ورقتين عايز الزقهم في بعض، اعمل ايه؟ واتش اي دو؟ ايه الستبس؟ ما خدني رد عادي، واحد عبيط بيتكلم، خد انا رد عادي. ها؟ نقربهم من بعض، لو قربناهم من بعض هيتزقوا. ما نتكلم مبدئيا كده. نجيب صبغ، برافو نجيب صبغ ونحط صبغ فين؟ على ناحيه واحده، صح؟ وبعدين بقى ما تفرقش، ازق دي كده ولا ازق دي كده؟ ده المثل. يبقى انت عايز صبغ وعايز انك ايه؟ طلبهم من بعض. This what we do in resident detachment. عايزين سمخ وعايزين نقربهم من بعض. السمخ نجيبه ازاي؟ اولا بنعمل localization على السايت اوف تير. يعني ايه؟ اقعد اعمل indentation كده على السكريره من بره وانا بفحص الفندس واشوف السايت اوف تير واعلم عليه اهو. بعد ما علمت عليه اعمل سمخ ازاي؟ السمخ جوه العين اسمه الفايبرين. واحنا عندنا سمخ غيره؟ الفايبرين هو ده اللي بيلزق، الفايبرين. طب الفايبرين ده اعمله ازاي؟ اجي على السكريره من بره حوالين التير واعمل كرايو ابلكيشن. الكرايو ده هعمله اخليه تلجلي السكريره بالكرويد لغايه جوه. ما هي الريتنا دي تاتشد اصلا. خدت بالك؟ هخليك السكريره بالكرويد. يقوم يعمل لي ايه في الكرويد؟ كرويدايتس. ما هو ده فيزيكال. فيزيكال كرويدايتس، انت بتتلجها. هيحصل فيها التهاب سيبتك ولا اسيبتك؟ اسيبتك كرويدايتس. طب الاسيبتك كرويدايتس دي هتطلع ايه بقى؟ مش هتطلع فايبرين؟ مش دي الاكسوداتيف رياكشن بتاعت الكرويد؟ هتطلع فايبرين. ادي السمغ، خلاص جهزنا السمغ يا سيدي، عملنا كرايو على مكان التير. بص اهو دي العدسه اللي الدكتور بيشوفها وبيعمل اندنتيشن اهو من بره
بيحط الكرايو من بره يشوف القصه دي ويعمل كرايو ابلكيشن هنا ويعمل هنا ويعمل هنا ويعمل هنا ويعمل هنا ويحوط التاب ده بكرايو ابلكيشن زي اهو. بص التاب لما يبتدي يشتغل انا ببقى ماسك البروف في ايدي هوريكم الموقف عامل ازاي. الدكتور بتاع الانفصال بيبقى لابس الجهاز بتاع الفاندس اللي هو الاندايركت والعدسه دي بتبقى معقمه في ايده وادي الايد الثانيه ماسك فيها جهاز الكرايو. بص حاطه فين على السكريره من بره والبيب الواسع وهو بيشوف الفاندس. هو بقى شايف ايه؟ هو ده اللي انت كنت معايا فيه دلوقتي اهو. عرفت بقى حكايه الايد اللي ماسكه العدسه دي شايفه ايه؟ هو شايف الكلام ده. هو حاطط الكرايو من بره يعني كاني بالظبط كده اهو. This is the patient. انا ببقى حاطط الكرايو بتاعي من بره وبتفرج بالعدسه بشوف انا بعمل ايه جوه. فهمتوا القصه دي؟ هي كده بالظبط زي ما انا عامل ايدي كده من ورا وبيعمل كرايو هنا وهنا وهنا وهكذا. يبقى دي المنظر اللي الجراح شايفه. المنظر اللي الجراح شايفه لان الموقف في الجراحه بيبقى كده زي ما انت شايف. حطينا الكرايو، فاضل ايه بقى؟ نقربهم من بعض. حاجه من الاثنين، يا نحقن هواء جوه العين ماده اكسبانسايل تفرد تمام؟ دي يسموها التامبونات نيوماتيك ريتينودكس. نيوماتيك يعني هواء، ريتينودكس يعني حرك الريتنا. بص اهو ادي عمل الكرايو، ادي مكان التير اهو. بيعمل الكرايو من بره اهو حضر خلاص. يجي بعد كده يروح حاقن هواء جوه في الفيتريوس واخد بالك ازاي؟ وينيم العيان ببوزيشن بحيث الهواء ده يزق له الريتنا هنا في مكانه. الهواء ده هياخده اسبوع اثنين لغايه ما يبقى ابزوربد يكون حصل الفايبروزس هنا. اهو زق هنا. ده التامبوناد نيوماتيك ريتينودكس بيبقى شكله عامل كده اهو. خلاص؟ بعد شويه الهواء ده بيبقى ابزوربد بس الهواء دي ماده اسمها اس اف سكشن فلوروكربون. لما تحقنها ممنوع العيان يركب طياره لان الضغط الجوي لو قل البتاع دي هتفجر عينه ممكن تفجر البوليله دي تكبر قوي. ممنوع يركب طياره وعنده الاير ده لسه موجود في عينه. يعني مفيش عيان مثلا ساعات احنا بيجي لنا عيانين من بره مصر كتير يعني بيجي لنا من الخليج ومش عارف ايه ومن بلاد كتيره بييجوا يعملوا عمليات هنا. ما ينفعش اعمل له دي واقول له تقدر تسافر بكره. ما ينفعش. ممنوع ركوب الطيارات بوجود بابلز كده موجوده جوه عين العيان لانها بتبقى اكسبانسال قوي ممكن تكبر وفوق تحصل له ارت كلوجر. على ما ينزلوه من فوق ما هو هينزلوه هيرموه في الشارع خدت بالك؟ على ما ينزلوه لك يكون جاله ارت كلوجر. ما ينفعش. ما ينفعش يركب طياره بالبتاع ده. تمام؟ طيب بص اهو بنحقن اير وي كان انجكت اير فروم انسايد زي ما انت شايف كده عشان يزق الريتنا ويرجعها لك تاني في مكانها. اهو بص جاز بابل بتتحط بطريقه معينه بحيث ترفع الريتنا دي في مكانها واحنا اوريدي محضرين الحته دي بالايه؟ بالكرايو كنا عاملين فيها السمغ اوريدي محضرينه هنا في الحته دي. خلاص؟ اهو طيب اذا بقى الكلام ده ما ينفعناش نعمل حزام حوالين العين سكليرال باكل. سكليرال باكل اهي الكلمه مكتوبه فوق خالص سكليرال باكل في الريتنا باكل حزام اللي هو حزام سكليرال باكلنج بروسيدور اهي. بص اهي شوف العين بتتحزم ازاي؟ اهي حزام كده. لو هتلف العين كلها هيبقى اسمها سيركولاس. لو هتلف كده هوريزونتال في حته صغيره يبقى اسمها سيركمفرنشال. طب العمودي عليه يبقى فيرتيكال يعني اللي هي دي اللي هي بقى الريديال ولا ايه يسموها ريديال باكل دي اسمها ريديال ودي سيركولاس. تمام؟ دي دعامات بص اهي زي دي. This is radial one. This is radial and this is circular. بص لما بتحط انت الباكل دي من بره وتعمل خياطه في السكليره حواليها كده لما تشد انت الخياطه دي هتعمل ايه؟ بص خدت السكليره معاها لجوه ما انت لما كل ما تقصر الخيط من هنا لهنا انت بتزق دي للداخل كده. بص اهي اهي هنا باينه يمكن اكتر قوي اهي. شوف ادي السكليره وادي مكان التير. احنا عملنا كرايو اهو زي ما انت شايف. شايف الكرايو اللي معمول حوالين التير؟ حضرنا دي فايبرين خلاص. وبعدين حط هو الباكل على السكليره. بص عمل ايه في السكليره؟ زقها لجوه. الفلويدز دي خلاص بدل مش هتتجدد هتبقى ابزوربت خلاص. اهو شوف الباكل هنا التير على الباكل بالظبط زي ما انت شايف. التير على الباكل بالظبط اهو. تمام؟ ده التريك اهي. بص بقى شوف ادي الباكل اهو. طب هنا عامل سيركولاج وعامل كمان ايه؟ ريديال. واخد التير على ريديال باكل اهو معاه. تمام؟ اهو شوف ادي السكريره الباكل من بره. شوف عامل ازاي؟ دي نوع من انواع البانز بتبقى في بانز عريضه وفي بانز رفيعه بالشكل ده اهي. ادي الباكل على السكريره من بره. اهو شوف عيان مركب حزام اهو بيبقى ثابت في مكانه وبتغطي بالفينانس وبتاع ما بيعملش مشاكل. اهو ادي بقى السيركولاج.
المشكله بقى حكايه السيركلايز دي ايه؟ الواد ماشي مش خلص الكليه وبقى دكتور امتياز. ما هيطلع مش هيقدر عادي. المهم بقى هو المستشار الطبي بتاع عيلتهم دلوقتي. عمه العمده جاله انفصام. فجابه لي وجه. عارفين طبعا لما تاخدوا النشا ان شاء الله في عمليه اسمها عمليه سيركلايز اللي عمليه الربط. الستات لما بتحلل وتيجي بيجي لها ابورشن كتير الرحم بتاعها بيفتح بدري فيجي لهم ابورشن. فييجوا في الحمل يقول لك طب اول باشا ما تحبلي تعالي نروح ربطين لك ايه؟ السيرفكس. دي عمليه اسمها السيركلايشن. وقبل ما تيجي تولدي باسبوعين ثلاثه نفك لك الايه؟ السيركلايشن تولدي ان شاء الله بالسلامه. تمام؟ فهو اشهر عمليه سيركلايشن فعلا بتاعه النساء. هي اسمها فاجينال سيركلايشن معروفه خالص عمليه اسمها فاجينال سيركلايشن. فالمهم الواد مش جاهز بعد ما خلص الامتياز جايب عمه العمده بقى في العياده عندي. أبو دكتور أنا مش تلميذك فاكرك طبعا أهلا وسهلا. قال لي العمدة عندنا عمي على طول ومش عارف إيه وجاوا فوتوتشا وماسكا وبلاك كيرتون طبعا حضرتك معلمنا إن ده ريتم كاش يعني مش عايز فن يعني ما شاء الله. طب يا سيدي نوسع العمدة بس نعمله قطر التوسيع ونبص عليه. قلت له فعلا ما شاء الله مش عنده انتصار فعلا برافو عليك تبقى فرحان بقى قدام العمدة بقى. وبعدين يعمل نفس وضع بقى قدام عمدة. حضرتك بقى تعمل له إيه بقى؟ خلاص انا عنده انفصال هنعمل له عمليه انفصال يعني. قال يعني التفاصيل يعني قول لي تفاصيل. الولد عنده مالتيبل تيرز محتاجين سيركوليشن. مش ده ناسي الرمض بقى هو فاكر تشاش كده يعني تخبش الماسكه فاكرها. انما السيركوليشن دي بتاعت النساء كانت بعديها لسه كان واخدها في شبكه ففاكرها اكتر. يقول لك يا نهار اسود عم تضح في البلد كده. دكتور عمي نيل العمدة نيل عمي العمدة نيل حضرتك هتربط له ايه؟ يا ابني هعمل له سيركولاشن اي حاجة هحطها حوالين اورجن لفة كاملة يبقى اسمها سيركولاشن تمام؟ فطبعا الواحد ابتدى يعرف قلت له ايوه حط له على السكليرا من بره خلاص كده طمنتني بتاعت الوقت ايه العمده تمام ادي بقى بص اهو ادي السيركلاج اهو بص سيركلاج وريديال كمان اهو وادي الكرايو ابلكيشن اهو دي عمليه الريتينال ديتاشن في بعض الحالات يحصل فايبروزس ليه؟ شويه البيجمنت اللي اتنطرت هنا تتحول لفايبروس تيشو وتعمل لي حاجه اسمها بروليفراتيف فيترو ريتينوبس بي في ار بص الريتنا تبقى عامله زي القمع كده زي الفانل شيب كده اهي شوف الريتنا متكونه فين في العين فانل شيب ده طيب هنا بقى الفايبروزس والجلايوزس ده عشان الريتنا تنام مكانها لازم اعمل ايه لازم اشيل الممبرينز دي كلها اهي بص شوف الريتنا شوف الاوبتيك ديسك باين في الدبس خالص اهو ليه الريتنا بقت تقفل عليه كده كل شويه عماله تقفل زي اسمها كلوز فانل تمام تعرف ان في فايبروزس بيشد الريتنا لجوه كده شوف الديسك باين من بعيد خالص تحت اهو والريتنا هايلي ديتاتش تشوف الريتنا ديتاتش شكلها عامل ازاي؟ تمام؟ هنا بقى لازم نخش نعمل ايه؟ فيتراكت لازم نعمل فيتراكتوم يبقى بص او بندخل ناحيه انفيوجن وناحيه لايت سورس وناحيه فيتراكتوم ماشينة اهي وبرضه بيركبوا باكل عشان في الاخر العمليه يعملوا سبورت اهو زي ما شايف ويحطوا بقى المواد تسيب الريتنا تلزق في مكان ايه زي ما شايف في الاخر واحنا ماشيين بنسيب ايه؟ سيليكون اويل زيت سيليكون جوه الريتنا عشان نسد الريتنا دي في مكانها نسيب شويه زيت سيليكون جوه الريتنا اهو بص this is how to peel the membranes يقصقص الممبرينز بقى اللي ماسكه الريتنا دي اهي بص بيخش بقى يقصقص الممبرينز الريتنا عشان الريتنا دي بص مش هترجع مكانها طول ما هي مكشكشه كده مش هترجع في مكانها لازم تاكل الفيتريس ده وتشيل كل الكلام ده عشان الريتنا ترجع تنام في مكانها تاني طبعا دي بتتعمل في الريكرنت ريتنال ديتاتشمنت وفي حالات بقى التراكشنال ريتنال ديتاشمنت. طيب السكندري ريتنال ديتاشمنت فاكرين؟ يا اكسودتيف يا تراكشنال ايه؟ طب انا عايزكم تقولوا لي اكزامبل للتراكشنال ديتاشمنت. تراكشنال. اورجانيز فيتريس هيمروج اكسلنت. ها؟ سايكليتيك ممبرين خدناها بالظبط كده. والفيتريس لوس مع الكاتراكت سيرش. لو الفيتريس ماسك في الوند يشد على الريتنا يعمل لك تراكشنال ديتاشمنت بعد كده. طيب علاجها ايه؟ لو احنا
عايزين نعمل تراكشن ديتاشمنت لازم نشيل الفيتريس ده بعمليه ايه؟ فيتراكس. طيب الاكسودوتيف ديتاشمنت بقى لو في سيفير كرويدايتس، لو في هايبرتنشن، فاكرين مع المالجنت هايبرتنشن كان بيحصل اكسودوتيف ريتنا ديتاشمنت، او في سيفير كرويدايتس، او في تيومرز في الكرة تعمل اكسودوتيف ريتنا ديتاشمنت. اهي اكسوديت تحت الريتنا او تيومر تحت الريتنا، شوف دي مالجنت ميلانوما في الكرويد عامله ريتنا ديتاشمنت اهو. دي عين متشاله ايماكليت ده بتبقى لك ان في تيومر، هناخدها دي بعد ما نرجع في الاجازه ان شاء الله، اللي هي الريتنا تيومرز دي. شوف تيومرز عامله ايه؟ تيومر دي ميتاستاتيك تيومر، يعني واحده كان عندها بريست كانسر وجالها ميتاستاتيك تيومر في الكرويد، عملت تراك، عملت اكسودوتيف ديتاشمنت انها زقت الريتنا من ورا في الكرويد. ادي التراكشن اهو، بص بقى التراكشن ده عمره ما هيتشال الا اذا عملنا ايه؟ جود سايكليتيك ممبرين زي ما انت قلته، لازم اعمل جود فيتراكتومي بقى. بص عشان ده يرجع تاني في مكانه لازم اشيل كل الفايبروزس ده من قدامي. كلمة أخيرة عن ريتناش سيجمنتوزا ايش التريتمنت اوف ذا كورس؟ يعني إيه كتش تيومر؟ أي مين أكليت ذا أي؟ لا أي مين أكليت ذا أي؟ مش هشيل التيومر، هشيل الأي كلها. بص يا سادة الكرام، الشاب الصغير ده، الشاب الصغير ده عنده حاجة و30 سنة، عنده دوارفيزم، مش دوار، وبيس، عنده صباع زيادة، بولي داكتيل، تمام، وعنده نايت بلايندنس وعنده هايبوجوناديزم. الحاجات دي كلها مع بعض متلازمه اسمها لورنس مونتيل سندروم. لورنس مونتيل سندروم، تمام، دي متلازمه لورنس مونتيل اللي هو دورفيزم هايبوجوناديزم، دورفيزم هايبوجوناديزم، اوبيزيتي، بوليداكلي، بوليداكلي صباع زياده، تمام، هايبوجوناديزم، وكمان عنده نايت بلايندنس. نايت بلايندنس عثرة نايت بيجمنتوزا تيجي لوحدها من غير ما تيجي في متلازمة لورنس مونتيل، يعني ممكن اشوفها جوه المتلازمة دي وممكن تيجي لوحدها في بيشنت لوحدها، تمام، اللي اسمها ريتينايتس بيجمنتوزا. الحقيقة هي مش ايتس، it is not ايتس، it is not retinitis، هي دي جنريشن او بلاش جنريشن ديستروفي بتحصل في الناس اليونج ايج نتيجة ان بيحصل لهم اتروفي في الرودز بتاعتهم. هي رودز بتشوف ايه؟ فوتوبيك ولا بسكوبيك فيجن؟ ماشي بسكوبيك ده بتاعت العتمة. الناس دي زي دلوقتي والمغرب داخل تخش بيوتها ما تخرجش منها، لان بعد المغرب ما بتشوفش حاجة خالص. نايت بلايند، they are night blindness، تمام؟ اهو هذا المرض اللي انت شايفه اسمه ريتينايتس بيجمنتوزا. اما اسالك بقى اقول لك ايه الكومبلينت اوف ذيس بيشنت، تقول لي نايت بلايندنس. نايت بلايندنس. طيب ايه الثلاثه فيزيكال ساينز اللي لازم تشوفهم عشان تشخص ريتينايتس بيجمنتوزا؟ نمره واحد اتينيويتد فيسلز، دي كونجنتالي موجوده عندهم اتينيويتد فيسلز. نمره اثنين بون سبيكيول like appearance of the retinal pigments. بص هذا تشبيه، مفيش بونز في الريتنا. عشان الطلبه تيجي بقى بتذاكر ولا بتذاكر فاكر الريتنا مجهده بقى بيخلص باب الريتنا لك بون في الريتنا، استغفر الله العظيم يا رب، ويروح قافل الكتاب ويقول بقى المخ ولسع خلاص. لا هذا تشبيه يا شباب، البون كورباشر كنت بترسمها ازاي في العظم زمان في الاستورجي؟ ما انا بقول لكم انتوا شارين الكراسه قلتوا لي لا او عملتوا لي فيها شرفه، ها؟ كلكم شاريينها انا عارف من مكتبه الزباله ده. ده دي البونكر باشل اهي كاتريشن كده، عارف بتاع زي كل الاتجاهات يطلع منها برانشز كل الاتجاهات. This is the appearance of bunker باشل زي ما شكلها بعمل كده. هذا تشبيه ملوش دعوه بحاجه. ده بيحصل اتروفي في الرودز بتاعتنا الاول في الميد بريف. وبعدين تزيد 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 لغايه ما تاخد الماكيولر اريا كمان معاها. تمام؟ بص اتينيويتد فيسلز، بص اهي attenuated vessels، وبعدين bone corpuscle like appearance of the retinal pigments و consecutive optic atrophy. طيب ايه ال complications اللي بتحصل من retinitis pigmentosa؟ اهي ال bone corpuscle like appearance بقول لك عليها اهي، شوف شكلها عامل ازاي، دي حروف الريتنا يبقى شكلها عامل كده. bone corpuscle like appearance of the retinal pigments كده،
ليه؟ لان البيجمنت مكان الرز لما بتفضى بتروح هي داخله تملى المكان ده، عشان كده بتعمل بقع البيجمنتيشن دي. فهمت ليه البقع شكلها عامل كده؟ لان دي مكان الاتروفي بتاعت الرز اللي موجوده عندنا. العيان ده يجيله ثلاثه كومبليكيشن. اولا برايمري اوبن انجل جلوكوما، فاكرين ده كان هاي ريسك بسناك بيجمنتوزا، ارجع بقى للاوبن انجل جلوكوما تلاقيه ده كان هاي ريسك. نمره اثنين كومبليكيتد كاتاراكت، كومبليكيتد كاتاراكت. نمره ثلاثه كونسيكوتيف اوبتيك اتروفي، كونسيكوتيف اوبتيك اتروفي. طيب بصوا العيان ده لو عملنا له فيلد بنلاقي ايه؟ اولا يبتدي ميد بريفرال انيولر سكوتوما، انيولر سكوتوما شفناها فين قبل كده؟ في الجلوكوما، وقلت لكم ساعتها فيها ليها ديفرنشال دايجنوزس مع ريكومنس بيجمنتوز. ان الثانيه كانت في السنترال فيلد واللي كان فيها رونين نزل صح كده. انما دي في الميد بريفري and has no رونين نيزل ستاب. ده سؤال في الشفوي اللي يخليك تجيب امتياز، يعني لو وصلت في الشفوي لهذا السؤال لهذا المستوى اعرف انك هتاخد امتياز في الشفوي. يقول لك الانيولار سكوتوما سمعت عنها فين؟ تقول له سمعت عنها في حتتين، في الاوبن انجل جلوكوما وريتومايتس بيجمنتوس. طبعا السؤال الفني الثاني يقول لك ايه؟ فرق بينهم. هتقول له بتاعت الجلوكوما كانت في السنترال فيلد ومعاها رونين نيزل ستاب لان دي باندل ديفكت، انما دي بما انها بريفرال ريتينال ليجن فكانت موجوده في الميد بريفري، في الميد بريفري اند هاز نو رونين نيزل ستيب، ات از نوت اباندل ديفكت. خلاص؟ بعد كده كونسنتريك كونتراكشن اوف ذا فيلد لغايه ما يبقى تيوبولار فيلد. ارجع لتيوبولار فيلد انا لسه مليها لك حاجه. ها ادفانسد جلوكوما سنترال ريتينال ارتري اوكلوجن وذ ابنورمال ستيليو ريتينال برانش وادفانسد ريتينايتس بيجمنتوز. بعد كده البيشنت ويل بي بلايند، بس ده بيبقى في سن الخمسينات، عند الخمسينات بيبقى العيان كومبليتلي بلايند. تمام؟ اهو ده تيوبولار فيلد بتاع ريتينايتس بيجمنتوز. المانجمنت از مانجمنت اوف كومبليكيشن، تيك كير ان هي هاز جلوكوما، ممكن يجيله جلوكوما، تيك كير ان هو ممكن يجيله كومبليكيتد كاتراك. تمام؟ ده المانج بتاعه. الدنيا ثلاث الوان، ده مش شعر، ده بجد في الدنيا ثلاث الوان بتاعتها. دي البرايمري كالرز بتاعتنا يعني. تمام؟ في ناس اوريك قصه، احكي لك قصه. طالب وصاحبه طلعوا بره في الجنينه اللي قدامنا دي قاعدين فيها، فقعد بيبص كده فقال له صاحبه شوف الورد الاحمر طلع في الشجره. صاحبه قال له مفيش ورد احمر، انا مش شايف ورد في الشجر. قال له يا اخي اهي في ورد احمر في الشجر. هذا عينيه احمر. تمام؟ شفت الفرق بين واحد بيشوف نورمال واحد عنده كالر بلايند؟ بس اذا كان بارشال كالر بلايند لون واحد يبقى هو اللي ناقص، خدت بالك؟ انما في ناس عندها توتال كالر بلايند، يقول لك هو طب رسم ماشيين ازاي؟ ابيض واسود. فاكر التلفزيونات القديمه الابيض واسود؟ هو شايف جري سكيلز كده. في ناس عندها توتال كالر بلايندز. هو طبعا يعني الديزيز ده 99% من البيشنتس ميلز. الفيميلز كاريرز. جننين وحظنا لباب يعني، الفيميلز كاريرز. واخد بالك؟ الفيميلز كاريرز. انما في رير تايبس ممكن تيجي في الفيلم. بص شوف الدنيا من غير لحظه. كان ما بقاش في النادي الاهلي. يعني تخيل تعيش ازاي؟ الناس تعيش ازاي يعني؟ يعني بص بص لو الدنيا من غير اللون الاحمر، بص تبقى عامله ازاي؟ تمام؟ طب لو الدنيا من غير لحظه. يعني صعبه برضه. تمام؟ ايه رايكم في الرقم ده؟ 12. ده الاختبار، ده دي الشارت دي عملها واحد راجل اسمه شيمبو اشهارا، سماها اشهارا شارت. شيمبو اشهارا ده استاذ في جامعه طوكيو في اليابان، وطلع الشارت دي. ده رقم 12 ده عاملها ديمونستريشن،
يعني حتى even if the patient is color blind we'll see what we mean by the numbers. ماشي تمام؟ اهو فدي بتتعمل ديمونستريشن في الاول. وريها للعيان عشان يعرف ويشوف ايه. ايه دي؟ يقول لك ايه ايه رقم 12 باين 12 اوكي. ايه دول؟ دي ناس بتشوشر عشان انا سامع ناس كده يعني ايه سبعه في حد مش شايفها سبعه يتصل بيا بعد خلص ها سبعه. تعرفين جالي طالب يمكن السنه اللي فاتت الولد دخل اول حصه في الهيستولوجي فالست ابتدت تكلمهم على الهيماتوكسلين واليوسين وان في الوان وفي ازرق واحمر مش عارف ايه وبتاع. الواد قاعد ما فهمش حاجه من الحصه خالص وجالي العيان لقيت الواد ده توتال كلر بلايند. قلت له يا ابني مش هينفع تكمل في دكتور. روح يا دكتور ده انا عيلتي كلها دكاتره ده امل بلدنا في ده امل بلدنا في ايه يا حبيبي؟ هتسقط هيستولوجي هتسقط انا باثولوجي هتسقط بعد كده هتسقط في العيشه نفسها. مش ممكن تبقى كومبليتلي كلر بلايند وعايز تشتغل دكتور ازاي يعني؟ مش ممكن يعني اشتغل مهندس يا اخي ارسم على ورق اي حاجه ارسم على حتى خطر مش حاجه زي كده اي حاجه فيها الوان ما بيشوفهاش. يعني تخيل الست من اول ده من اول حصه بتقول له الهيماتوكسلين لونه كذا واليوسين لونه كذا الازرق واحمر القلمين اللي انتوا اشتركوهم دول واخد بالك ازاي؟ ده لسه ما كلمتوش بقى في سبيشال ستين بقى مثلا ترايكروم بقى ولا مش عارف بريودك اسيد شيف ولا البلاوي السودا دي ده لسه بتقول له هيماتوكسلين واليوسين اللي هو يعني ما فيش مش شايف اساسا. ماشي خمسة ماشي في ناس بقى ما تشوفش الاحمر في رصاص يعني في ناس ما تشوفش الاحمر في الاخضر خلي بالك الناس دي بقى المفروض انك ما تديهاش رخصة اطلاق سلاح. رخصة سلاح لا تمام ممكن ياخدوا رخصة قيادة سيارات انما رخصة سلاح لا. ليه؟ لان لو في واحد مثلا ماشي بتي شيرت حمراء ووراه خلفيات خضراء مثلا واحد ماشي جنب سور جنينه مثلا ولا كانه معدي خالص قدام تمام مش هيشوفه خالص تمام. ايه دي بقى؟ دي ديمونستريت. ما في ناس بتعرف تقرا ارقام انجليزي تقوم تقول له لا امشي بصبعك من الاكس دي للاكس دي كده ودي ديمونستريشن ونعملها لهم بقى بالالوان. ساعات بقى مثلا تيجي في الالوان وانا جايب له الوعي دي يروح ماشي لك كده بعدين يقول لك ايه؟ في ايه يا باشمهندس؟ فين فين الحاجات دي؟ يقول لك ما مش لا هي كده تعرف ان هو كلر بلايند على طول. بس دي لازم تعملها له ديمونستريشن في الاول مطلوب لك عشان يعرف وات ذا نيتشر اوف ذا تيست تمام؟ اهو شايف؟ ده كام ده؟ ده ديمونستريشن يعني مش 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 يعني مش بطوله منك انك شايفه يعني ده بالنسبه لي خلاص. اجازه لمده اسبوع الا الناس بتوع الرمض هيتقابلوا معايا يوم السبت من 3 ل 5 تمام. الناس اللي عندها راوند رمض هنتقابل مع بعض في المدرج كل يوم من 3 ل 5 نعمل ريفيجن لغايه ليله الامتحان. ثانك يو فيري ماتش فور اتنشن. بقيه الناس هنتقابل يوم السبت 24 عندنا من 24 ل 30 هنمشي اسبوع عادي خالص لغايه اجازه نص السنه هناخد التيومرز والاوبتيك نيرف ان شاء الله. ثانك يو فيري ماتش. هنعمل لكم بس الاول يعني ايه كلمه بروبلم سولفنج نجيب بقى بروبلم سولفنج ونمشي على بربنا انت معانا غير هنعمل لكم حاجات اللي هي الحاجات اللي نصفها هنقول لكم عليها الحاجات اللي احنا خدناها مع بعض اللي انا مش شايلها يعني يمكن يوم السبت اعمل لكم الام اس كيوز بتاعت الكابشن بتاع ليه ده ماشي ده ماشي